كتاب التحليل يعني قبل ما تدخله بكتير وفي من دي بتجيبها في التحليل ده بيبطل البحر منها تبقى معاك وفي من هي بقى يعني كيف بيشتغل تكتيك كده في شكل ميه هنعرفه عنه من كتير كلام عن مسيرة عبد المجرون الرئيس كان هو زي دلوقتي بدون مجيب تنبيه كان بيقول لي ان الرئيس ابني اقصى من دول كتير طبعا قبل ما اشرح الكلام هقول ان انا عندي في خدي وقت كل ده في راس الفيرتبرا نمره 12 وتحت الغايه لمبر فيرتبرا نمره 3 يبقى اكيد في اعلى حاجه فيها توصل لغايه في راس الفيرتبرا نمره 12 وبعد كده تحت وسط الغايه لمبر فيرتبرا نمره كام 3 مهم جدا جدا للشطار ان الخدي اليمين اوطى من الخدي الشمال بهاف الانش هاف الانش ده يعني صوت الكسر بالرغم كده نعرفه ونسال عنه كل الناس السبب في كده الطلب الشطار ان الكدني بتكون في البلبس وبعد ما تتخلق تحت بتأسند المكان يعني الكدني ما بدأتش في مكانها ده طب وبعدين؟ قالوا ان طبعا تحت الفوق على اليمين في جامد قد كده لبره وانا هتكلم في سبلين صغير فالكدني اليمين تقف عن الأسند شويه تدري فبالتالي من النهارده لغايه ما بطل طب الرايت كدني اللور ذان ذا ليفت كدني فحوالي هاف انش هاف انش ده سنت وكسر لما كنت عليه ايه بعض الناس بتقول عليه غلط بتقول لك الليفر زقها لتحت والليفر ما زقهاش لتحت الليفر منع السن فاهمين حاجه ولا لا وده فرق بين واحد فاهم امبريورتي واحد مش فاهم هي جت ازاي يبقى بالتالي الكدني بتاعتي تبدا في الحوض في البلبس وهتقسم لغايه ما توصل لمكانها اللي عايشه فيه الرايت كدني تلاقي ليفر كبير كلها تلاقي كده الليفت كدني تلاقي سبين صغير فتطلع لغايه الطحال السبلين فتبقى اعلى شويه برغم ان المسافه سنتي وكسر سنتي واثنين من عشره وثلاثه مللي ثلاثه مللي الا بيسالوا كل انواع الاحلام مش فاضل لا يبقى مين اللي اعلى رايت كدني ولا ليفت كدني لا الرايت كدني افضل شويه الليفت اعلى شويه والفرق دوت وجود الليفر على ثاني ناحيه من الليفر كده على الرايت سايد الكدني اعلى حاجه فيها فرصه لغايه البرتوبر اللي مركبها كده اهل واصله لغايه 12 وحتى لغايه نمبر 8 حلو طيب احنا عندنا بقى حاجه مهمه جدا 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 للطلبه الصحيحين اللمبر في الكبره بتاعت التراث في الكبره نمره 11 واقفه كده و12 واقفه كده وبعد كده دي لمبر واحد لمبر اثنين لمبر ثلاثه هنا تبقى راكب الريب نمره 11 وهنا الريب نمره 12 تمام الكيدني دي موجوده فين؟ لغايه الليفل بتاع الريب دوت اما الثانيه توصل لغايه الليفل اللي فوق شويه فده ما بيقول ان الرايت كدني هيبقى وراها ضلع واحد اللي هو ان ضلع لو كده نمره 12 الليفت كدني هيبقى وراها كام ضلع لو كده 11 بنلعب بالاسئله كم اسئله في الصمت الغلبان اللي احنا بنتكلم عليه دوت لغايه ما تقرف مننا صراحه احنا بنتكلم ان مين اعلى من مين ومين الليفت بتاعها ومين الريت التو ريتس والهبل ده بجد طبعا هتعرفوا بعد كده ان عمليات الكانسر ليفت كدني كده ما بيعملوش بالمنظار، ما فيش عملية كانسر بتتعمل بالمنظار. لكن في تضخمات بتتعمل بالمنظار فلما بيشقوا بيشقوا من تحت اللاست ليب زي كان شادي. ويشق من ورا لقدام كده شق كبير جدا، واحيانا بيشيلوا اللاست ليب على فكره، انه بيبقى عامل تعاقب في العمليات، لان عمليات النت ريب اللي بتشوفها كده ممكن يطلع العيان يفقد اللاست ليب كلها. فبالتالي خطر الكيس انا بحفظ ريليشن ده هيبقى الشغل يعني. يبقى هنا دي عباره عن جمليات الكدني فاهم على الاند وول لو كده على البوستير ابدومينال وول تمام لو انا بذاكر الاناتومي للجراحه تبقى عمليات الكلى كلها بتتعمل من ورا ما فيش حد عامل له عمليه كلى من قدام مش هفتح بطنه واطب التورجنز كده هي نايمه على الاند وول لو كده على البوستير فلما تقرا سطر ان الكدني نايمه على الابر بارت بتاع البوستير ابدومينال وول فلما تلاقي واحد عمل عمليه في الكلى تلاقي دايما الجرح بتاعه جاي من ورا هنا كده مش الحمد لله لان الدكتور هو شغال هشتغل على مين لما كده على كده مش هفتحها من قدام لا انا هفتح من هنا لما كده من ورا واشيل الكلى بتاعتي فريت يبقى ده معناه ان انا بذاكر البوزيشن بتاع الكدني بتاعتي مش مجرد ان انا عايز اجيبه مش الحمد لله يبقى ده من البلد في الكلام الدكتور الكيدي بتاعتنا ليه مع البوستير قدامنا الروح زي ما بتقول عندنا راي كيدي طبعا والليفت اوريال كيدي لو خدنا ابعاد الكيدي ارتفاعها ده 4 انش والعرض ده 2 انش والسمك 1 انش طبعا الكلام ده زمان زمان بس من 50 سنه يعني ما كانش ليه فايده لان انا بقى شفت دلوقتي بالسونار بيقيسوها
يقول لك عرضها كذا وارتفاعها كذا والسوق بتاعها كذا، يا اما فيها اثر في جمهور، يا اما فيها هايبرتر في التضخم، يا اما فيها مشاكل. فبقيت الارقام ذات اهميه، يبقى ابعتها 1 2 4 بالانش، السمك بتاعها قد ايه لما كده 1 انش، والعرض قد ايه ولام 2 انشز، والارتفاع قد ايه لما كده 4 انشز، بابعاد الكلى بالانش بتاعي. شفنا ده الكلام؟ الكلى بتاعتي لو بينهم مع بعض بتبقى مخصوصه ميله على السيت ابدومينالوز، معنى ايه؟ ان لما ابص على الكلى بتاعتي اللي هي مخصوصه كده والثانيه زيها كده، اللونج اكس بتاعها ده دايركت داونورد اند لاترال او ابورد اند ميديال، كله زي ما انت عايز. يبقى بنحط الثانيه الاثنين كانهم تو كيل ستيبلز مش واقفين موازين بعض كده. قال لي لا الدكتور دي مايله كده، بحس ان الابر اند بتاع الكدني من الميدل لاين واللور اند بتاع الكدني او بعد الميدل لاين. يعني لو عملت ميدل لاين كده هتلاقي المسافه دي ان، اما المسافه دي 3 ان، يبقى هنا كده الكدني موجوده مايله في وضعها على اي مول لما كده على البصير ابدومينال مول، بحيث ان نقول ان الابر اند بتاع الكدني نيرر للميدل لاين واللور اند بتاع الكدني اوي من لما كده من الميدل لاين، واللونج اكس بتاع الكدني بتاع الميدل ازاي لما كده داون وورد اند ايه لاترال او اب وورد اند ايه ميديال، لان التطلع من تحت لفوق هتكون اب وورد اند ايه ميديال بالعكس داون وورد اند ايه فرق كتير. هذا الكلام الكدني ليها ايه بقى لو حاسس بحاجه ليها ابر اند ولور اند وانتيريور سيرفيس وبوستيريور سيرفيس ولاتر بوردر وميديال بوردر، يبقى ليها كام حاجه كده ليها ابر اند ولور اند ولاتر بوردر وميديال بوردر، تمام، وانتيريور سيرفيس وبوستيريور سيرفيس. على فكره الموجوده فوق دي السوبرينال الجلاند بتاعتها بنسلقها كده على وضعها، يعني لو جم مع بعض يبقى الاثنين بتاعتهم في مين؟ سريعه قوي بس يعني مختلفه فرغنت امين كده، ده اني بوردر فيها لاتر وده اني بوردر فيها مين. طبعا في فرق العرب اللي انا مش دعوه باللي بقوله دلوقتي، كل الماسكين اللي بتيجي معايا بقى نبرات الكلى في مصر مالهاش حل في الميه بتضيفها وبنشربها كلنا الحمد لله حتى الميه المعدنيه بس ما تقولوش اللي عارف كل العرب. فبالتالي الميه مليانه كل حاجه تحلم فيها. فطبعا الكلى في مصر بادله مش كده، دكاتره المشاكل البوليه في مصر اغنيه جدا، سيبوا فلوس قد كده على فكره عشان تبقوا عارفين يعني. فلو جينا مع بعض فالكلى بتاعتها مشكله كتير جدا في مصر صراحه، فطبعا لازم ابقى عارفها كويس قوي عشان ما نطلعش امتحان منها، وبنعتبرها شيء مهم في امتحاناتنا صراحه. اللي جاي بقى مهم جدا 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 اسمه الهيلر بتاع الكلى. هيلر الكلى اللي هو صورة الكلى ده على الميديال سايد. الناس اللي صح معايا على الميديال سايد بتاع كدني اللي انت بتبقى كومبلكس كده الميديال. الميديال بتبقى كونكيف وفي الهيلر. الهيلر بتاع الكدني اللي هو صورة الكلى. الصورة ديت بتكون كابت الدنيا دي. بيبقى فيه ثلاث حاجات بين وارتري وبلفس اوف ذا يوتر. طبعا الناس اللي صح معايا شطار قوي هيسمعوا كويس قوي. لو دي الكلى بتاعتنا واقفه كده للناس اللي بتتكلم تبقى دي الكلى واقفه كده. هنا ده الهيلر بتاعها. بيطلع منها اليوريتر وبدايته بتبقى واسعه كده اسمها بلفس. وقدامها مباشره ماشي الرينال ارت رايح تخش الكلى. يبقى الناس اللي بتتكلم بعض هتديني فرصه بس وبعد كده سيبهم يتكلموا بعض. يبقى ده رينال ارتري داخل الكلى قالوا عمر، ولا ياخد ده بين اسمه بلاد رينال بين. يبقى تركيب الحاجات في الهايلر بيب من النهارده لغايه ما بطل طب، يبقى الحاجات اللي موجوده في الهايلر بدايتها بترتيب كلمه مشهوره اسمها فيب بين ارتري بيلفس وديورتر. اليورتر بدايته واسعه كده زي خط اسمه بيلفس وديورتر. وبالتالي ما كانش في الكلمه بتاعتك اكتر حاجه قدام في الحاجه بتبقى مين الفين، وراه مين الارتري، وراه بدايه الحائل اليورتر اللي هو البلد بتاعه انت واضحه ودي بعد كده. ده ترتيب الحاجات الاثنين لما كده في الهايبر. الهايبر بتاع الكدني بتاعنا ده على الليفل بتاع بلين اسمه ترانس بايلوري بلين. ترانس بايلوري بلين. كل الناس اللي قاعده صح بقى تنسى الكتاب شويه عشان تركز معايا فيه. لو جيت على اي واحد فينا كلنا عندنا السمك معدتنا. السمك عامله كده فيها اند يفتح فيها المريء اللي هو السوبر، والاند الثاني يطلع منها الاثنى عشر اللي هو الديودرا. الاند دي اسمها بايلوريك اند اللي هي الفتحه البوابيه او البايلورس. بايلوريك اند دي تؤدي للديودرا. عملوا خط بالعرض كده
عارف بتاع اللي واحد لانها بيعدي في البيلورا بسميناه ترانس بيلوريك بلين. ترانس بيلوريك بلين ده بلين مقطع كده في الانسان بيعدي في منطقه البيلورا بتاعتنا اللي هي الاستومك اللي بتاع لمبر فيرتبرا نمره واحد. بيحصل عنده 11 ايفنت منهم النيكو بانكرياس وبدايه بورتال بينون هاي سباينر كورد. يعني لما يكون في اشعه مقطعيه بتتعمل في الانسان بنيمه ونعمل اشعات كده ويقولوا الاشعه المقطعيه دي معموله عند ال واحد اللي هو بلين اسمه ترانس بالور بلين. تلاقي الدكاتره بتقول لك انا لازم الاقي حاجه من الجول بلادر والاقي حاجه من النيكو بانكرياس والاقي بدايه بورتال بينون والاقي سباينر كورد وهاي لمبر اوف ذا كيدني. يبقى بالنسبه لي البلين اللي بيعدي في الهاي لمبر اوف ذا كيدني دوت اسمه البلين ده ترانس بايلوريك بلين. طبعا انا بذاكر وانا ما خدتش السمك التفريع الطبيعي في المنهج العادي بيكون دارسين السمك، فانا اقول له ترانس بايلوريك بلين يقول لي اه مستوى في البايلوريك بتاع السمك. انا النهارده بسمع بلين وانا ما اعرفش ايه اللي يسموه ترانس بايلوريك بلين، يبقى سميه ترانس بايلوريك لان لو عملت مقطع كده يبقى معدي في السمك. فين في السمك بتاعتنا؟ في منطقه البايلوريك بتاعتنا. تمام، بس البلين ده بقى بيعدي في حاجات تانية 11 ايفنت. انت ماشي كده ولا لا؟ ايام ما كان منهج بيتاخد باسلوب تاني كان ممكن اخش سؤال امتحان تحريري اشرح ترانس بايلوريك بلين والحاجات اللي بتحصل عنه. النهارده احنا ماشيين على 76 سطرين. طيب الترانس بايلوريك بلين ده بيعدي فين؟ عندنا بتاع واحد يعني معدي فين لما كده في الهايلم. الهايلم بتاعه موجود على ترانس بايلوريك بلين بينه وبينه حوالي 1 انش يعني 5 سم. ارتقي لكم في التكه اللي جايه دي. لو دي جبني يمين ودي جبني شمال طبعا دي اعلى مني شويه لحد السرحان، وده الهيلم وده الهيلم بتاع دي لحد السرحان. الترانس بايلوريك بلين يعدي كده. الله لو فهمت اللي انا عايز اقوله، بالنسبه للجبني اليمين يبقى معدي في اعلى حته من الترانس بايلوريك بلين، وفي الجبني الشمال يبقى معدي في ايه؟ في اوطى حته من الهيلم. ايه الفرق؟ ليه الفرق في الموضوع؟ يبقى عمالين نلف حوالين الصنط الزباله اللي هم ماشيين ده من الليفت كيدني اعلى من الرايت كيدني كل شويه بنلف على ام سي يو جديد على اللعبه دي. فانا دايما بقيت اورينتد ان انا عندي في مشكله ان في كيدني شمال اعلى من كيدني يمين، وابقى عمال افهم كده وكل شويه الاقي لمحه جايه لي في الطريق يعني ترانس بالور بلين عدى هنا فين؟ ده حصل فين؟ ابقى صح جدا الحكايات بتاعتهم ديت. فلما اجي اسال سؤال من غير ما افكر كده الكيدني ليها ايه وديت؟ هاي في كلمة أخيرة بقى في الهايلم اللي هو اسمه ساينس. إيه هو الساينس دوت؟ ساينس يعني جيب زي جيبك كده. الهايلم بتاع كده أهو هنا. اليمين ده جوه كده كده حوالي إنش كامل. الإنش الكامل دوت فراغ جوه كده. ممكن أمسك كده حقيقية. أخد ده كده وأعملها كده بالظبط وأقول إيه؟ يا جماعة أدي الكلى بتاعتنا ما حدش معترض معاها، تمام أدي الكلى بتاعتي. ده مكان مين؟ الهايلم. احط ايدي كده الاقي ممكن ايدي تخش جوه كده. تخش قد ايه منها؟ انش يعني 2 سم وشويه. المكان اللي دخلته الامتداد اللي جوه ده اسمه رينال ساينس. اسمه ايه؟ رينال ساينس. الارتج داخله متفرع والبين يتجمع واليورتر يبدا جوه ويخرج مش كده لا كل ده فراغ. اكن هعمل كروس سيكشن في الكدني اللي هيفهمه يبقى فاهم. لو عملت ضغط عرضي في الكدني بالعرض كده هل الضغط عرضي ارسمه كده؟ انا يا را او ممكن ارسمه كده. ايه الفرق بين الاثنين بقى؟ مين اللي اتعمل صح ومين اللي اتعمل غلط لما كده؟ ده اللي اتعمل ايه لما كده صح وده اتعمل ايه غلط؟ لان هنا كده الحيله ممتد جوه مين لما كده؟ الكلى بتاعت وبالتالي ففي رينال ايه لما كده؟ ساينس. رينال ايه؟ الكلام ده وصل مش واصل؟ يبقى عايز اسال السؤال ده اعرف اعرف الحيله بتاع الكلى. حيله اللي هو سوره الكلى. طبعا الكتاب عامل 6-7 عمرنا ما نجيبه ريتد على فكره عشان بس ما تبقوش عايزين حلم اللي ريتد كده، انما هيبقى ايه السؤال ده اعلى سؤال امسكيه في الطريق اجيب حاجه كده امسكيه بقى اكتر من الامتحان هاي بصراحه. اسال سؤال بقى، لو اديتك كده وقلت لك كل رايت ولا ليفت؟ لازم احدد ثلاث حاجات فوق من تحت قدام من ورا ميديال من لات. قالوا ميديال من لات سهل الهايلر ميديال قدام من ورا سهل البيسل في قدامه اليوريتر وراه. اللي صعب بقى في الكدني الحقيقيه فوق من تحت. اليوريتر بيبدا من اللور بارت بتاع الهايلم وينزل نايم على الكلى كده. لو خدت الكلى بتاعت كده لو دي كلى حقيقيه وقلبتها كده خليت اللي فوق تحت بس شيل السوبرين السوبرين موجود هتلاقي اليوريتر بيعمل حاجه غريبه جدا يطلع لفوق كده ويجي ينزل لتحت. يعمل حاجه اسمها كين حاسب راسك على البورد لو جمعتها اكتر مني. انا هرتب تاني بص اللي عمله كده تمام. لو رسمت الرسمه ديت دي كده تمام ودي يوريتر نازل كده
وادي الفيسلز قدامه. تمام. انا همسك كده قلبها يعني امسكها طبعا اعمل كده كده واجي عامل كده بقى اولاد الاقي حاجه طبعا كده ونزلي كده وقدامها الفيسلز الثاني. هل الوضع ده سليم ولا ده سليم؟ اللي يبقى سليم جمله ما بين ده. فدايما هقول حاجه تاني لغايه ما تخلص السنه دي. اليورتا لما يطلع من الكلى جاي من اللور بارت بتاع الهايلر ونايم على الكلى بسلام. طب انا لو خدته قلبته كده انا اليورتا طالع لي فوق اعمل كينج كده بيسموه اليورتا كينج كده. انت ده اليورتا ده مش ممسوك صح. يبقى الكلى بتاعتنا لما نبدا ناخد كلين المشرحه ونفرج على الكلى لازم تطلع من المشرحه شايف لك خمس ست كلى وشايف عارف دي رايت ولا ليفت دي رايت ولا ليفت. امتحان العمل يا ابو الدرجات في اخر السنه الاقي كيدني على الترابيزه ايدنتيفاي رايت ولا ليفت هذا الكلام. وبالتالي انا هعرف رايت ولا ليفت ازاي؟ لازم احدد يمين من شمال ده باللاترال يبقى الهايلر ميت دي سهل قدام من ورا البيسلز قدامك فوق واليورتر ورا ودي مش صعبه خالص. طب عايز اعرف بقى فوق من تحت اليورتر بدا من اللور بارت بتاع الهايلر وهي مع كيدني كده تبقى دي كده سليمه. خدتها قلبتها كده فوق الاقي اليورتر كانه جاي من فوق وقلب لي كده نازل تبقى دي كده مكتوبه. وهنشوفها مع بعض طبعا في العمل مش هتبقى حكايه كده بس يعني. فبنسال سؤال الكيدني بتاعتنا يبقى باراجراف الهايلر الطويل ده كله بتقراه تحت مبدا الام كيو مش هسمعه بس عمال اقول لنفسي اقراه كويس عشان ما تخبطش السؤال وضيع فيه درجات على الفاضي. يبقى لما اسال سؤال الكيدني بتاعتنا شكلها ايه بقى لو كده؟ انا شكلها بين شيب زي الفاصوليا البيضاء موجود على الابر بارت بتاع الورلا كده بصير ابدومينال وول. وده ما قلت تاني لو انا بذاكر الطب بالطب بصير ابدومينال وول يبقى عمليات الكلى تؤدى من يا اولاد لو كده من على الباب. انا بشتغل ديارة النهارده وانا دي والله وحشاني صراحه كرسان طيب انا اولاد. فلو جينا مع بعض يبقى ده كده بتاعتنا نايم على ان هو الاولاد على بصير ابدومينال وول. تمام. اكيد طولها قد ايه؟ 4 انش وعرضها قد ايه؟ 2 انش والسكنس بتاعها قد ايه؟ 1 انش 1 2 4 8 بيحطوا بالطول ده شويه بيعملوها 3 6 12 عشان ما تقعدش تتخانق في مكان اه والله ما بركش 3 6 12 فاهم؟ اه يعني زودين لهم حته كده فيها فمش فارقه على فكره يعني ايه؟ عاملين ده 12 سم بدل 4 انش عاملين ده 6 سم وده 3 سم مزودين جزء شويه كتب محترمة على فكرة مش كتب ضايعة يعني. فأنا عشان لو قعدت في قعدة ما تتخانقش قوي بس الحمد لله مش بتقرا من كتاب مقدس يعني. الراجل ما بعض اليمين اللي هنا دي الكيدني التالت. الكيدني ليها انتوني كتاب سواء والسيل وليها لفة بوردر و ميزة وليها ابر انج و لور انج ونايمة على انهي هول على بوستير ابدومينال رو ابر بار مش كده ده بار البريتونيوم يعني ريترو بريتونيوم كلنا الكلام في ريترو بريتونيوم ده كتير شويه كمان شويه. انا ايه؟ بقى سؤال ريدن ريليشن اوف بيتي في ليها بوستير ريليشن وليها انتيريور ريليشن. الكلام ده بقى ما فيش تعريف فيه خالص خالص صراحه. قالوا الريليشن بتاع كيدي ده ريت السوبر مهمل لان الحاجات اللي انت بتقعد تسمعها لنفسك قد ما بتقدر. قالوا لازم نبص مع بعض كده كرسي نفسي تمديده. قالوا ليه؟ الكلام ده بيبقوا بيرضوا في اخر مارس يعني بعد شهرين وشويه.
فطبعا انت كده نطيت في نص الابد، ما تعرفش نص الابد من ايه، انت جوه حاجه. فطبعا انت فطبعا الحل الوحيد اللي جوه حاجه ديت ان انا اعمل الفيلم ده لقيته في الصور بقى، تقعد تتفرج على شويه صور كانك خدتك الهرم، ده الهرم الكبير وده بول مالكش دعوه اكتر من كده، عشان بس ما حدش يقعد يعمل ايه يقول لك كان صعب جدا لازم اعمل مره واحده. انا نفس الحاجه في فكره الابد، بص انا عايز طلب الجنود في الوظماء ثلاث دقايق تركيز بقى. اولا اللي عندي زميل اولاد قالوا افتكرنا دي كل قدم زميل اللي هنا ده الكولم بتبع الكولم اللي فوق دي 12 اللي واحد اللي اثنين اللي ثلاثه. انا شايف دي كدني بتوصل من 12 اللي ثلاثه، بس الرايت كدني اوطى شويه من الليفت كدني. الليفت كدني توصل للريت نمرة 11 و 12، اما الرايت اللي بس الريت نمرة كام يا ولاد؟ اما كده 12. الكلام ده مهم جدا لما حد سرحان. لو بصينا على الصوره ديت الطلبه الصحيين هتقدر تقول لي كده. ده التو كدني نايمين على اي وول لما كده على تصوير الابدومينال وول. واضح جدا في الصوره ان في واحده اعلى من الثانيه، مين اللي اعلى من الثانيه لو شايفين؟ انا بقدر ان الليفت كدني اعلى من مين؟ الرايت كدني. عارفين من الاورجن ده لو فاكرين سبلين واللي بيتشال هنا ليفر باينه كده، على فكره ده اورطة واللي جنبه تاني بين كتير هنا كده. اللي جاي ده وده جديد خالص بالنسبه لنا لو حد فينا صاحي. لو جينا مع بعض على فكره السمك يا شادي قال له يا يارا السمك ليها اند اسمها كارديكس تاني اسمها بايلوريك. الخط ده اسمه ترانس بايلوريك بلين. الترانس بايلوريك بلين ده خط بيبقى ماشي بالعرض في البايلوريك بتاع السمك. لو حد اتفرج على كده وانتوا بتشوفوا بس ده مستبعد شويه هتلاقي عندي هنا كده الكدني دي اهي الكدني اهي هنا ده الهايلر بتاع الكدني وهنا ده الهايلر بتاع الكدني. فين الترانس بايلوريك بلين؟ ماشي بالعرض، ماشي في اعلى حته من مين؟ اوطى حته من مين؟ اعلى بتاع الرايت واوطى بتاع مين؟ الكلام ده واصل ولا مش واصل؟ ارجع اكمل تاني واسال سؤال. الناس اللي صاحيه ده بني ادم على بعضه كده وبصيت له كده على بعض يبقى ده البلين بتاع مين؟ البلين اللي عاملينه ده اسمه ليه؟ ترانس بايلوري بلين. لو ما حد سرحان ادي السمك هي والبلين اللي معدي ده اسمه ايه؟ البلين ده سميته ترانس بايلوري بلين. ده بيبقى في الابدو شيء مهم جدا، اي حد فيه باباه دكتور يقعد يتناقش معاه ممكن يقعد ست ايام عن ترانس بايلوري بلين. دي رسمه بدائيه كده شويه عجباني برضو. هنا كده برضو ادي المنظر بتاعنا وادي البلين بتاعي ادي هنا كده البلين اللي ماشي بالعرض ده مين البلين ده اسمه؟ ترانس بايلوري بلين. هنا مين العاليه شويه مين الواطيه شويه دي تبقى مين؟ طبعا ده اليودرم وده البنكرياس لسه واخدينه قريب وسامعين عنه قريب ان شاء الله. هنا بقى اولاد لما حد سرحان طبعا ده منظر الكدني بتاعنا وده الهايلر بتاعها. الامتداد اللي جوه ده هو الساينس على فكره والفراغ يعني بيحتلوا بدايه اليورتر وارك الداخل وبين موجود كل دول تقريبا منطقه الهايلر بتاعتنا جوه منطقه اسمها ايه اولاد؟ ساينس. عاملين سيكشن اللي يفهموا يبقى احسن مني صراحه. السيكشن ده عاطيني فيه كروس سيكشن في الكدني كده لو حد فينا بص فيها ده ترانسفيرس سيكشن في الكدني. حد فينا يقدر يقول فين الهايلر في الرسمه دي ولا ما نقدرش؟ قال دكتور ده مقطع عرض في الكلى والامتداد اللي جوه ده يبقى مين لما كده الساينس بتاعها الجيب بتاعها جوه كده كده الكدني اسمه لينا ايه وهي ساينس. اللي جاي ده بقى مهم جدا بالنسبه للطلبه الصحيين. في سنه اولى سمعت عن عضله اسمها سولاس ميدو تبع اللور. العضله دي موجوده جنب العمود الفقري بطوله كده اسمها العضله ديت سولاس ميدو واحده يمين واحده شمال. وكانت بتنزل تعمل انسيشن في التروكانتر اسمه لسه التروكانتر لو فاكرين زمان العضله اسمها سولاس. كان جنبها الياكس كان على بعض اسمه اليوسوبس الى الدمين. ده كان اسمه الياكس. العضله اللي جنبه دي اسمها كوادريتاس لامبورم. كوادريتاس يعني مربع. لامبورم في لامبارين. تعدى عليكم قبل كده كوادريتاس فيمورس وكوادريتاس كوادريتاس كده. العضله دي عند لامبارين اسمها كوادريتاس لامبورم. العضله اللي ماشيه في الارض دي اسمها ترانسفيرسس ابدومينس. لو الدنيا مشيت بينا ترانسفيرسس ابدومينس بتبدا من ورا وتيجي لقدام تغطي الانفيرال ابدومينال رول قدام يعني. لما هي بيتها من ورا. الثلاث عضلات دول مع بعض دي عباره عن مين يا ولاد لما كده؟ سوس ميجور كوادريتس تامبورم ترانسفيرسس ابدومينس. دي اسمها سوس ميجور كوادريتس تامبورم ترانسفيرسس ابدومينس. اللي فوق ده الدافران. الدافران عامل زي القبه. بيجي من بصير ابدومينال ويطلع فيرتيكال كده لفوق بعد كده يجي لقدام ويبقى دومين شيب كده. ده منظر الدافران بتاعنا ده جزء منه طبعا لان احنا في نص الراجل. الصوره دي للطلبه الصحيحين بتوعنا يقدر يقول لي كده.
المنظر بتاعي كده ادي منظر ديافرام كامل. ده بص برضه ديافرام مفرغ الفرد ديافرام كامل كده وخطر كده. لو جينا مع بعض كده يا ولاد ادي صوره مش لاقيها للديافرام. الصوره دي انا ممكن تبص عليها كده برضه تنفعك. فين الديافرام في الصوره دي؟ شايفينه كده ولا لا؟ ده منظر تاني من الديافرام. ليه القبه كده؟ ليه جزء بيبقى نايم على الدوسي الابدومينال لول فيرتيكال، وليه جزء بالعرض كده اللي فوق ده هارد تحت كده بتبقى الابدومين كونتين. لغايه ما نقدر الديافرام اقوم اشرح شويه اقول ان الديافرام مش حاجه فليت، ده عامل زي القبه كده كونفكس من فوق، وليه جزء فيرتيكال نايم على الهيد وول لما كده على الدوسي الابدومينال وول. الكلام ده مهم جدا 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 للطلبه الصحيحين. وبالتالي لما كده السؤال انا عندي في حاجه اسمها الديافرام بتاعي. هنا الصوره ديت فيها ديافرام كامل على فكره. الصورة دي طبعا ده منظر الديافرام بتاع اي واحد فينا. اي واحد فينا من الناس اللي بتذاكر وهي فاهمه بتقلل معدل الفقدان بتاع المذاكره بسرعه. العظمه دي اسمها عظمه مين يا ولاد؟ ستيرن. اخر حته دي اسمها زي بوي بروسيسور. اللي عامل زي القبه ده مين ده لو ما كده؟ ده الديافرام. ليه جزء نايم على الدوسير الابدومينال رول يبقى فيرتيكال وجزء بالعرض كده هورزونتال وجاي من الجنب ده يطلع كده وده يطلع كده وجاي من ورا. ده كله كونفكس ان شيب كده. كل ده عباره عن استجابه لحاجز اللي اسمه ديافرام. مين اللي اتحط فوق الديافرام هنا كده؟ لانج ولانج ومعهم بلورا. البلورا ده الغشاء البلوري اللي بيحاط الرئه بدايته. وده بيبقى بالضبط بايه؟ هنا كده المنظر بتاعنا كده قدر الامكان. لو حد قال لي فين الديافرام بتاعنا يا ولاد؟ دي الديافرام للطلبه الصحيين. طبعا اللعبه في البيت صور. اللعبة في البيت صور. انا معاذ يا معاذ يا معاذ وانا مسافر في بلدنا قبل ما افتح اي موضوع بقعد اتفرج على 50 صورة فيه عشان بعد كده الاقي هايف وانا بذاكر وبسال نفسي دي صورة مين ديت وصورة الديافرام اللي فوق ده غشاء اسمه غشاء البلوري والحتة دي حجبت منه. وهنا اللنج المفروض تتحط كده على فكرة شوف تركية خاصة غلافية ودي الشعب اللي راحة للرئة بس الرئة متشالة. في غشاء الابيض ده اسمه غشاء البلوري وده بدافش روح مدفون كده جزء ورا الديافرام وفوق الديافرام. دي قصه كده مع الديافرام. قد ما نقدر نشوف كده مع بعض يبقى عندي في حاجه اسمها برضه المنظر ده كده للطلبه الصحيحين. المنظر دي هنا دي رئه محدش سرحان. انا بحترم ذكائكم قدر الامكان. اللي هنا دي رئه تمام. اما الابيض اللي هنا ده البلورة اللي بتغطي الرئه والرئه متشاله. يعني هنا ما فيش رئه على فكره. هنا الرئه موجوده اللنج موجوده كده شويه. ده الهارت واقف في نص. فين الديافرام بتاعنا؟ ده الديافرام. البلوره بتبقى زقه روحها لتحت كده وزقه روحها لغايه تحت ويبقى الديافرام مغطيها كمان في جزء مقشور وراها كده ورا البلوره. الصوره بتاعتي ديت اللي هي قدر الامكان. الصوره دي مره ثاني فين اللنج بتاعتنا وليه ده كده؟ ادي اللنج. اللي هنا دوت الارض اللي حواليه ده كله عباره عن مين؟ بلوره. ومين اللي نازل امين اللي هي الديافرام. تحس ان البلوره نازله كده والديافرام بيغطيها. متفقين على هذا الكلام؟ يعني البلوره نازله ورا الديافرام زقه روحها ورا الديافرام شويه ودي بلوره وليها عامله رساس كده. ليها قصه مهمه جدا لو حد فينا دكتور مسالك بابا هيلاقي القصه دي بيقعد يحكي له فيها ويقرفوا منها. المهم البلوره بتاعتنا هي كيس محاط اللنج والبلوره بتاعتي زقه روحها في اماكن كده مغلفاها كده وفوقها تحتها الديافرام على طول. الناس اللي دمرها صاحي او نايم برضه بيسال سؤال للطلبه الصاحيين. حد فينا يقدر يقول لي فين اللنج هنا ولا ما نقدرش نقول عليها كده ولا ايه؟ طلبه كليه الطب والعظماء او كليه التجاره فين اللنج في الصوره دي كده لو كده؟ ادي اللنج بتاعتنا. اللنج بتبقى جوه كيس دوت. مين اللي هتبقى عليه ده كيس اسمه ايه؟ فين الديافرام في الرسمه دي؟ شايفينه كده؟ كل ده يبقى مين؟ ديافرام. اللي جاي بقى نرجع بقى تاني للريليشن بتاعتنا. الريليشن بتاعتي بعد ما اقول الكلام ده كله اسالكم سؤال وطبيعي انا اسلوب هنا كده ولاد. دي عباره عن البوستير ابدومينال وول عليه الاتين دول. مين اللي هنا ده انهي كوره يا ولاد؟ فيرتبرا كولا. هنا العضله اللي موجوده تبقى مين؟ سوبر سمين. العضله اسمها ايه؟ سوبر سمين. اسمها ايه؟ سوبر سمين. اسمها العضله ديت؟ سوبر سمين. اسمها العضله دي؟ سوبر. بتلاقي قدام عضله اسمها سوبر سمينر مش موجوده في كل خلق الله. اكبر كلمه كده للطلبه اللي ذاكرت او عندها فكره اسال سؤال يبقى كلمه اسمها ايه؟ كلمه اسمها ايه؟ سوس ميجور سوس ايه؟ ماينور. الماينور دي بتبقى نايمه قدام الميجور مش كده ولا لا؟ وتبقى موجوده في 60% من خلق الله بس العضله دي. اما هنا دي العضله اسمها ميجور. طب مين العضله المربعه دي اسمها؟ وزير ستابورس. في حد نام ورايا او انا قربت انام بسببه بصراحه. التاب 10 مرات مش تعالي على فكره بس مش عايز ابص له عشان ايه انت مش بصيت له غير هنام. العضله سميتها كوادريس استافورس. اسمها ايه؟ كوادريس. مين العضله اللي ماشيه بارك اسمها؟ روبرتو الاتوم.
اللي هيشتغل في الطب بقى اسمعني والتاني يبص في الارض شويه. يا اولاد اللي ليه علاقه بالطب يا اولاد يبص يا مختار معايا. الدايجرام اهو. الدايجرام في فتحه صغيره كده. الفتحات دي بتبقى باينه فيها البلورا. البلورا فوق الدايجرام يعني في الحته دي ممكن الاقي مش الاقي البلورا يعني. وبالذات على السايد الفتحه دي بتبقى في الدايجرام ويبقى البلورا فوق الدايجرام بس بتبقى باينه في الحته دي. طبعا البلورا ده كيس كامل بيحط الرم وليه قصه يعني. اللنج بقى هنا كده اولا مين العضله اللي اسمها سوس مين اللي ذاكر كان اولى في بلكسس اسمها لمبر بلكسس كانت بتبقى جوه السوس مين وبرانشاتها بتطلع منها يا اما لابا ميديا اوبتيريتور فيمر ان كام النرف اللي هنسمعه النهارده ده اسمه اليو هايبوجاستريك وده اسمه اليو ميجوين والنرفات دي كانت بلاش من بلكسس اسمها لمبر بلكسس والناس اللي بتذاكر كويس يبقى في نرف اسمه ايه؟ اليو هايبوجاستريك ونرجع اسمه ايه؟ اليو من جوينا تمام ومين العضله اللي مقطوعه دي انهي عضله؟ الصدر وطالعين من جواها هم بيظهروا عند انهي بوردر؟ اللاتا بوردر بتاعها حدث الحال للطلبة الصحيين يبقى عندي نيرفين جيم ذكرتهم زمان في بقى نرف ما سمعناش عنه قبل كده خالص اسمه سبكوستال نيرف النرف دوت بيبقى جاي من تحت الضلع الاخير من جوه الصور بيعدي يخش الابدومين يمشي على الكوادريسس وعلى الترانسفيرس الايديو هايبوكاستيك وليه انجوينال لان على دول طب تعالوا بقى نبص على الصوره اللي جايه دي لو حد فهم اللي انا نفسي اقول عليه يبقى وسام هنا انا رسم كدني بقى صراحه بكيدي انا ولقيت سالت سؤال للطلبه الصحيين مين اللي ورا كدني لو حد فينا يقدر يقول لي ورا كدني مين فوق ده فريم ومين تحت ثلاث عضلات اللي هم الصوره والكوادريتس والترانسفيرس الكدني بينها وبين الكوادريتس والترانسفيرسس في نرفات مين النرف الموجود ده؟ سبكوستال نيرف واليو هايبوجاستريك واليو كويس النرف ده بيبقى ماشيه مع بيسل اسمها سبكوستال بيسل الصور دي كلها عشان احنا في زنقه كده ممكن واحد بفلاشه اديله كل الفايل ده كله عليه مشكلته لا بالذات معايا راجلنا مع بعض مين موجوده عند اولاد الكدني اي واحد فيهم طبعا بس عشان ما اعرفش الكدني نجمع على اربع عضلات مين الاربع عضلات اللي بتكلم عليها؟ دافريم وصور وكوادريتس وترانسفيرسس ابدومينس واربعه ستراكشر مين الاربعه ستراكشر؟ سبكوستا نيرف بيبقى معاها بيسز مش مرسومه واليو هايبوجاستريك واليو انجوينال تمام الكدني الشمال عاليه شويه فيبقى وراها بعد الكلام ده كله بعد الدافريم لما تقطعه تقريبا 11 و12 طب دي بريد من كام؟ 12 اسال سؤال يبقى ايه البوستيريور ريتشر بتاع الكدني؟ يبقى الناس اللي صح تقدر تقول لي البوستيريور ريتشر بتاع الكدني بتبقى فيها ايه وايه وايه بقى الناس تقدر تقول لنا كده ولا ايه؟ عندنا البوستيريور ريتشر بتاع الكدني اهو فيها قبل ما انتوا تتولدوا اكيد يعني الكلام ده من زمان قوي 4-4-1 و4-4-2 ايه ال 4-4-1 و4-4-2 دول؟ قالوا 4-4-1 اربع عضلات واربع استراكشر بينهم وان ريبس واربعه عضلات واربعه ستراكشر وتو ريبس تعالوا نرسم لو رسمت كده وديت للمصححين قلت دي دمبر دي اول ثراسي فرتبرا للرحمه ودي ثراسي فرتبرا للرحمه ودي لمبر فرتبرا واحد ودي لمبر اثنين ولمبر ثلاثه بشار ولمبر اربعه ودي لمبر خمسه ودي السكرم بتاعنا العضله اللي لازقه هنا كده اولا هنا ده بيبقى راكب الريتمر 11 وده الريتمر كام يا اولاد؟ 12. الناس اللي كانت مصحصحه وانا بفرجكم قالوا يا يارا الدافرام بيبقى له اورجن من فرتبرا كولر كده ويطلع من تحت لفوق كده. فيرتيكال وبعد كده يجي لقدام ده الدافرام. فوق الدافرام في بلورا بس الجزء منها بيبقى باين هنا في حته صغيره كده وحته صغيره هنا على الجنبين. العضله اللي جنب الفرتبرا كولر دي عضله اولاد سوبر. والمربعات بتبقى مين؟ كوادريس. واللي معروف اسمها ترانسفيرس العضله اللي هنا بتبقى مين؟ سوبر ودي كوادريسس تمبورم واللي ماشي معروف اسمها ترانسفيرس قال الدكتور السوبر ميجور دي جواها لمبر بلكسس مش هبقى شايفها انما هلاقي في نرف خارج ونرف خارج النرف ده اسمه ايه؟ اليو هايبوجاستريك وده اليو انجوينال الضلع ده تحته في الصوره دي النرف لسه ما خدوش السبكوستس يبقى ماشي تحته كده ويجي يخش هنا تمام وبيبقى ماشي معايا سبكوستال ارتري وسبكوستال بين فبيسموهم سبكوستال بيسل ارتري وبين كده ماشي كده لا معلش الارض فوق ادي البين وادي الارض كمان فوق عشان ابقى راسم صح يبقى هنا كده النرف هو تحت الترتيب من فوق لتحت كده بس بقى بين كده المهم
لو انا عملت له كده معاكم عايز احط كلى، لو حد قال لي تحطوا كلى زي كده معلمين قوي قوي قوي، قالوا دكتور حط كلى على دول كلهم، انا حطيتها على دول بالضبط، فحطيت الكلى على دول بقى وجايت انا كنت صاحيين الاقي الكلى نايمه على دول كده، قلت له هذا الكلام هتنام على مين بقى الكلى بتاعتي دي؟ هتنام على اربع عضلات، مين الاربع عضلات اللي نامت عليهم؟ ده كان عضله وجاي كده وصوت الكلى بينها وبينهم ايه اللي موجود؟ نيرفسو بيسس. سؤال في الكاريس اللي بتحفظ دلوقتي دول بيجوا سؤال هم الاسئله بتاعتهم بيسالوهم بينهم ان الصوص ميجور از سيبريتد من الكيدني بالهيليو هيبوجاست والهيليو جواني جاب ايه سؤال هم؟ غلط هم موجودين هي بينهم بروتين كوادريتس ترانسفيرسس مش كده، انما الصوص ميجور ما فيش بينها وبين الكيدني حاجه، هم جوه الصوص وخرجوا بره مش كده. تاني يعني في جمله مكتوبه كده عشان لما تروح تذاكر بيت بس بيقول ايه بصفحه 5 4 نيورو فاسكولار ستراكشر، نيورو فاسكولار نيورون اعصاب وبيسل انتربيلينج بتقع بين الكيدني واللاتر، لاتر يعني اخر اخر تو مصل، اخر تو مصل اللي هم مين؟ كوادريتس وترانسفيرسس ابريال ابدومين. تاني يبقى لما تسال سؤال بس محسس الحين الصوص ميجور هي الكيدني نايمه عليها مباشره، انما لما جينا نحط الصوص ميجور على الكوادريتس حطينا بينهم النيرفات والبيسلز بس كمل بقى والترانسفيرسس تمام. تاني يبقى في نيرف اسمه اليو هيبوجاستيك هيطلع من الصوص ميجور لما هيبقى جوه لسه الصوص، فلما الكيدني تتحط على الصوص تبقى لمسها وش كده على طول، انما لما اروح بره شويه الاقي النيرف ماشي فالكيدني اتلم على الكوادريسس ويبقى بينهم النيرف اللي اسمه هيليو هايبوجاستريك وهيليو وايلان وكمان السبكوستال نيرف اندريسس مش كامله. لا يبقى سؤالنا لو ام سي كيو اتقلت بس هم في سنه سته بيجيبوا لهم كتير جدا عشان الاسئله يس اور نو ترو اور فولس على طول، هل الكيدني بينها وبين الصوص ميجو هيليو هايبوجاستريك جابوا غلط وما فيش حاجه من هي بينها وبين مين لما كده كوادريتس وترانسفيرسس ابدومينس مش كده ولا لو جمله واضحه يبقى شيء كويس قوي. اسال السؤال ده وات ار ذا بوستيريشن بتاع الكيدني؟ عايز اربع عضلات، مين الاربع عضلات؟ ديافرام بهايند الابر بار، طب مين بهايند اللور بار؟ ثلاث حاجات في الطول اللي هم مين؟ سوبر ميديالي كوادريتس سنوس ترانسفيرسس ابدومينس بينها وبين اخر اثنين ماشي مين لما كده؟ سابكوستا نيرف اند ايه ريسل وايه هيبوكاستريك وايه واي. انتوا لسه ما خدتوش غير في السنه الاولى حاجه اسمها فيمورال هيرني، في السنه الثانيه هتسمعوا الانجوينا هيرني. هنا في كنال اسمها انجوينا كنال بيتحكم فيها عضلات عشان ما يطلعش الامعاء منها. الانجوينا نيرف بيصلي العضلات دي. لنا سؤال سابق الاحداث جدا، احداثنا جدا، الكيدني وراها كام نيرف؟ ثلاثه سابكوسا اللي هيبوكاستريك اللي انجوينا. لو انت كبرت سنه بنسال الطلبه سؤال مين اخطر نيرف ورا كده نخاف منه في الامعاء؟ اللي انجوينا. اللي انجوينا نيرف هيصبلاي مجموعه من العضلات. العضلات دي بتتحكم في كنال هنا اسمها انجوينا كنال، لو ضعفت العضلات دي الامعاء تخرج من الكنال دي لبره. فبالتالي لغايه ما ندرس الموضوع ده بديتيله وابقى راضي بس كده بيني وبين نفسي واقول لما هاخد بقيه الكورس او بقيه المنهج بتاع الموديولات دي العجيبه دي في اول سنه ثالثه بقى ان شاء الله هنتفق مع بعض ان العن نيرف ورا الكيدني هو انهي نيرف لما كده؟ كيدني وانجوينا مش كده لا، ويبقى الجراح هو شغال في الكلى على فكره بيفتح الكلى من ورا، يعني اول حاجه هتقابلك العضلات وبعد كده النيرفات وبعد كده الكلى، فدايما بيقول للدكتور خلي بالك انك انت هتقابلك نيرفات خطيره جدا، اخطر نيرف بخاف عليه اقطعه هو انهي نيرف لما كده؟ كيدني وانجوينا نيرف. فبالتالي بينهم مع بعض في نيرف اسمه ايلي اونجوينا نيرف والنيرف الثاني فيا بالنسبه لي الثالث مهم شويه. اسال سؤال من غير ما اطبع كده النفس اخبط. ايه البصير اللي احنا بتاعتنا؟ اربع عضلات، مين الاربع عضلات بتوعنا؟ واحد لازم كتاب حلو جدا لازم يكون منتصب على فكره. لو تعرفوه ورسمها حلو جدا يعني لو الواحد لونها كفر عليها. كدني اليمين اوطى شويه، الشمال اعلى شويه، نايم على الديافرام وثلاث عضلات، مش محتاج اكتر من انك انت قلم اقطع كده بايدك تلاقي شغلك فيها. فيبقى بتشيل كده الريشه بتاع كدني كم عضله لما كده؟ اربعه، مين الاربع عضلات الثاني؟ انا ما بزهقش. اللي هم مين؟ ديافرام، سوبر سنيتو، وديستامبورا، ترانسفيرس ابدومين. اربعه ترانسفيرس. سبكوستال نيرف اند ميسيس.
بنحدد النبات بين ايش؟ بين الكدني بين هذه العضلتين. السؤال اللي قاعد يقول هذه العضلتين هي ترانسفيرسك ولا ريتس؟ جاهم سؤال بين الكدني وبين السوس، ما في هذه النبات، هي بس بين الكدني. مصلز قصدوها عن هاي وهاي؟ ايوه مش هاي. لا الريتس بتبقى واقفه في الاول. احنا عندنا الصور اللي حولتها وقلتها لكم يا ولاد، الصورة بتاعتنا كده انتوا ايه قولوا مع بعض كده قاطع الاثنين هو منهج كنت حتى قدامنا بس اسمعوا شوية كده بس مرة واحدة يعني. لو عندي هنا كده ده عبارة عن ايه؟ دي ثوراسك فيرتبرا نمرة 12. 11 نمرة 12. دي نمرة كام؟ 11 نمرة 12. دي لمبر فيرتبرا واحد. تمام؟ دوره الدفان خد اورجن بقى يا ولاد لازم ترغي خدت اورجن من هنا ومن هنا كده وخدت الدفان في الشفه الدفان هو طالع كده يغطي مين يغطي كده ويكاد يجي قدام كده لو حطيت كده كده يبقى كده نايم على الدفان يفصل عن مين طب اذا كان الدفان بقى اللي عامل زي الهبه ده محدش سرحان عامل كده الدفان جاي كده عامل كده اللنج ليها بلورة تتحشى روحها في الحتة دي كده فلما تتحط كده كده تم على مين؟ على الدافرام يفصلها على مين؟ البلورة والريبس انا لو خدت بلورة ولا حاجة منه ولا خدت الدافرام بس خد امكانها نرقى الدافرام عامل زي الكوبا كده تمام فوق لنج يمين ولنج شمال واللنج عليها بلورة البلورة دي جيس كامل على فكرة حوالين اللنج من قدام ومن ورا من كل النواحي البلورة بتحشى روحها في الحتة دي انا هعمل ايدي كده كأن ده العمود الفقري والدافرام جاي قدام كده تحط اللنج فين؟ فوق والكيس اللي اسمه البلورا اللي بيحوك نازل لتحت كده شويه فلما تتحط كدني على الدفرام قدام تبقى مين اللي وراها البلورا عشان اسمك ايه؟ انت جاي مع مين اسمك ايه؟ او اتصل معاك الحته المثلثه دي ضعف في الدفرام نقطه في الدفرام كده عندنا في الشمال اوسع في الحته دي يعني الدفرام عامل كده على فكره هنا بتبقى فيه بلورا وهنا كدني نايم الكدني نايم هنا لابسه البلورا وش وبينهم شوية فات من كل جراحين كده ان لو المشرة جه في البلورة هيقطعها ولو قطعها فيها هوا هيخش البلورة تخف حاجة عن الاسبريشن او اي حاجة كده طب قول براحتي بقى زي ما انا عارف في حاجة اسمها نيوموس فورس تجمع بقى هوا جوه البلورة لانجي كلها بس مسألة يعني لانجي العيان ده اللي انت هتطلعه كيس البلورة دي هتعمل طبقة فلما تاخد الريسبيريشن ترجعوا لنا في الشات الثوراكس في المديول اللي هو بتاع الباراتون ده هنرجع نقول وجود الكدني على الديافرام اللي فاصلها عن البلورة في حتى من البلورة اكسبوز لو حد كده بقى دكتور النهارده قدام الجراح شكوا كده بس هتلاقي الدنيا ولعت في عينيك انبسط جدا لانك دكتور بتفهم بعد الشرح لك الموضوع انت تهز راسك كانك فاهم انت مش فاهم خالص تروح تقول واو انا اقول بفهم فرجونا مع بعض فالبلوره بتاعتنا تبقى باينه فيها جزء منها لغايه ما ننزل بقى حاجه كده ممكن نتفرج صور تاني انما اكيد ساعات تقول لي يا رحمه طب يلا المصير ريليشن بقى بالطريقه البلدي عايز احفظها خلاص بقى انا نسيت الفيلم عايز احفظ بقى البلوره المصير ريليشن بتاعت الكيدي بقى كده تاني اربع عضلات في اربع عضلات ده فرانك بحاجة القمر فا وبعد كده اربع عضلات ثلاث عضلات بصير اللي هما مين؟ سوس كوادريتس ترانسفيرس ابدومس في حاجه حرام الرقاصه البلدي في حد يشوف الرقاصه البلدي وخلاص بس فاضي مرات دي المجهود غير طبيعي نبقى واحدة هي عملت اكستنشن لسه ده هو ده السبورة هويت النهاردة في الفترة كده ده شغل كوادريس سبورة هذا وقت متميزة جدا في الرقصة البلد فما تنساهاش يا عضلة المرمى كده طبعا اسمع انت ممكن تحضر اسمع كوادريتس يا كوره تمام اسمي ايه انا هترف الصف فيها ده الاكل ايه اول ما شاف الحركه دي وبعدين الصبوره ما هيش
وما تفرق منه فرق الى حاطه من شبه فرق
فريكشر تاني مش باين قوي وفي ديسنتين مش باينين انما ده منظر الجثه الحقيقيه بتاع جسم الانسان. بس كده لما بقول لك زيد ليفر ديبريس انت بتقرا كلام الكلام ده احنا بناخده بعد ما تكون درست الكلام ده كله. فانت لازم انت بينك ونفسك في البيت تبقى فاهم انك بتاخد حاجه يعني بتاخد حاجه مش مرتاح. اتفرج على الصور ده الموضوع سهل نسبيا. اسال بقى سؤال مثلا في او التجاره او الاداب الموجوده دي كويس بتاع تاني تيست انا بدات لما كده سمول انتست. الناس اللي سامعاني كويس كويس لفائف السمول انتست طولها 6 متر ما ينفعش تطلع ستريت عامله لفائف كتير. القولون اللي طالع ده بيتقسم ايه وهي السنس وهنا هيتين يتقسم ايه والمبير. الناس اللي صافيه الناس اللي سامعاني كويس تقدر تقول اللي جاي افتح لنا فتوى كده لو مش عارف اللي عندي التأمين ده يا ولاد. الو الو حكم التخرج بتاع بكالوريوس قريب اخباركم ان شاء الله ان شاء الله. انا سمعتوني الجلاد الموجودة فوق دي جلاد اسمها برين ده الليبر مسدود اهوت عشان ينام هو بينام على كده. الناس اللي شايفة دي كده يمين وقدامها كل هذه الريليشن محدش فرحان. نايم فوق على جلاد اسمها برين ولو الليبر الثاني نام عليها والجدر بيبقى ماشي قدامها والفليكشر ده اسمه اني فليكشر رايت ولا فليكشر. اللي بتقول ده دي كولز بتاعت اني انتستن يا ولاد سمول انتستن. اللي مش هيسمع غلطان احنا شدينها كده هي بتبقى ماليه كل الدنيا. كل دي بتبقى كولز مش موجوده على جنب كده دي ماليه القلب والبحر احنا كده شديناهم على جنب عشان نوايد الارض بتاعها ده. انما الكولز بتتسبب تبدا كل القلب من هنا يا ولاد. يبقى كده بتاعت ديت نزل لسوبرين الجلاد والليفر والديودينم والراي كل الكليكشر. ولو اتحطت في الكولز بتاع الصوره دي سنتين مش حته صغيره هنا من كده زي ما هشرح دلوقتي. طيب القولون اللي مش بيعرف اسمه ايه ترانسفيرس بيعدي قدام الكدني دي بس ما بيعرفش يلبس عشان هتبقى في كولز موجوده هنا بينها وبينه. القولون اللي مش بتاع ترانسفيرس هينزل بعد كده مين اللي نازل ده انهي كوره لو كده في السن بيلبسها في حته صغيره صغيره كده على الترسايد بتاعتها. الاورجن ده كمان اسمه سين. مين اللي موجوده دي جلاد اسمها سوبرين. الناس اللي مركزه قد ما نقدر دي السوبرين الجلاد بتاعت كده الشمال. عندنا الكبيره اللي مقطوعه دي بتبقى مين يا ولاد؟ السمر. لو حطيتها توصل بالديودرم كده فبغطي الجزء ده كمان من الكدني. طب حد فينا قال لي مين الاورجن اللي المفروض موجود هنا؟ بنكرياس. ويبقى معدي قدامها كده بالعرض بياخد تلت السطح الامامي. واللي معاه ده سبلينك ارت وسبلينك فين. عايز اسال سؤال من غير ديتيل ايه الحاجات اللي قدام الكدني الشمال؟ سوبرينا شغاله سبلين شغاله ستمك شغاله بنكرياس سبلينك لسه شغالين ديسندنج كله شغال كويس بتاعت انهي انتستن سمول انتستن. طبعا اللي عندها ضمير وقربنا ما عندوش الحمد لله جميل ده. اسال سؤال لو حد فينا بص على الرسمه ديت قال لي كده الموجود هنا مين الكدني ديت والكدني ديت كمان لما كده قال الكدني اليمين هي ده دكتور. مين الجلاد اللي فوق دي اني جلاد سوبرين. مين اللي ماشي قدامها ده جزء من مين؟ من ديودي. لو حد يقدر يقول لي ايه اللي حاصل هنا دوت بس متشال ده مين الفريكشن اللي متشال هنا ده؟ رايف ولي فريكشن.
لو حد صاحبي تمام هيقول هنا في كدني موجودة متغطية أو تبقى مين في كدني مين اللي بيعدي قدامها الدمين ده ولا البنكرياس راح أوصل لغاية الفلين. لو حد فينا عنده دم وضمير وقربنا عنده إن شاء الله اللي ماشي الأرض أي كورنر بيرد لما كده ترانسفيرس الشقير ده ماشي بالعرض كده تمام. اللي عنده يا ولاد عباره عن مين؟ قالوا ولاد لو جينا مع بعض اللي هنا ده مين ده؟ اللي هنا ده بنكرياس وده مين اللي ماشي ده مين؟ البادو مين يا ولاد بنكرياس بيعدي قدام الكدن اللي هنا. طب مين القولون اللي ماشي بالارض يعني كل الاولاد والبيرنس؟ الترانسكرون دوت لو ما حدش سامحان انا شايلينه خالص قاطعينه. مين اللي نازل ده يعني كل الاولاد؟ يبقى ريت الكدن اللي هنا. طب مين الجلاند اللي هنا فوق دي تبقى مين؟ مين اللي ماشي بالارض ده بادي وبتاع مين؟ البنكرياس. يبقى ده بادي وبتاع بنكرياس ما حدش سامحان. مين الكور اللي نازل هنا ده يعني كل الاولاد؟ السندن كور. الناس اللي عندها دم وضمير تقدر تقول لي بيدوب جدا جدا جدا. اللي هنا ده مين ده ولاد الكلمة بتاعتي. طب ده هيدو ده بنكرياس هنا مين اللي ماشي في الارض ده مين؟ بدو. مين الجلاند اللي مستخبيه هنا تبقى مين؟ اللي مقطوع هنا ده اسوفجس. طب مين الاورجان الكبير اللي كان مقصود دلوقتي السمك؟ يبقى لو حد السرحان واسال سؤال بس انتوا اللي تجاوبوا عليه. الريليشن بتاعتي الصوره دي انا عجباني جدا كده. حد فينا يقول لي احنا باصين على الراجل ده من ورا بصين له من ورا بصين له منين؟ من ورا. لو بصيت من ورا فين الراجل يجي في الليفت كده التاني يا ولاد كده تبقى دي انهي كدني ليفت ومين دي رايت دي اللي ريفت اللي كان ريفت يا ولاد 11 12 دي اللي ريفت ما كان يا ولاد 12 ده بصيت فيه كده لو حد سرحان طبعا شايلين كل الانسجه صوتش هل حد فينا يقول لي في الرسمه دي بس صعب عليكم فين الكدني ولا مش شايفينها كده يا ولاد؟ ادي كدني وادي كدني والليفر اللي موجود لفوق دوت مين اللي نازل بانهي بارت من الجسم سكت مين اللي ماشي بالارض ده بادي اوف بنكرياس ومين اللي معاه دور سبرينج بيسل في الجلاند المستخبيه دي انهي جلاند سوبرارين لو حد السرحان هنا بيبقى فيه كله طلع والتاني يبقى فيه فيكشر في الحته دي تمام. طب لو مشيت ترانسفيرس كله بيبقى بعيد شويه والحاجات دي بعدها مين اللي نازل هنا ده انهي كله السن اللي موجوده دي جزء من السمول انتستين بتبقى كويرز كتيره تنام على المنطقه دي وتنام على الحته الثانيه دي كويرز بتاعت انهي انتستين لما كده سمول انتستين. الناس اللي عندها دم وضمير او ما عندهاش مش فارقه كتير اسال سؤال ايه ده بقى الناس اللي صح تقدر تقول لي كده فين البنكرياس هنا كده ادي بنكرياس مين اللي موجوده دي كده شايفين الفريكشر ده ولا مش شايفينه؟ رايك ولا ايه الفريكشر؟ ومين اللي نازل ده انهي بارت من الفيدرال سكند بارت او تعمل هايلاين بتاع كده؟ لو حد قال لي فين السوبرينا جلاند يبقى معلم فين السوبرينا جلاند في الرسمه دي؟ السوبرينا اللي هنا السوبرينا لو حد قال لي بس يبقى معلم فين الفلين في الرسمه دي؟ اكبروا كده وفتوا لنا فتوى سعيده فين الفلين هنا؟ الفلين واللي ماشي في الارض يبقى مين؟ بنكرياس والجلاند تبقى مين؟ سوبرينا اللي مقطوع من هنا وفتش ما فيش ضغط ده تبقى مين؟ الضغط ده تبقى مين؟ السمك بتاعتي بالضبط الجزء ده في هذا الكلام. طب اسال سؤال مين اللي بلاش الارض الترانسفيرس؟ الترانسفيرس كله بيعدي قدام الكدن بس بيبقى بينهم كويلز بتاعت انهي انتس لو كده سمول. طب مين اللي لابس الكدن تحت كده ده انهي كور للسن؟ الناس اللي صح معايا دي انهي ريليشن اوريان انتيرو ريليشن في هذا الكلام. الفكره للطلبه الصحيين قوي اللي عندهم ضمير كان ايه؟ ان انا فين مع بعض الرجال الطلبه الصحيه اللي بتذاكر تمام هتبص معايا كده بقى وتشوف الرابط عمل ايه. الجدول ده من الاصل على فكره ده مكتوب من الاصل كده زي بتاع زمان التاني عملوا كده اصل يا اميره ده الساعه 1 ده كدني يمين ودي كدني يا ولاد شمال. الراجل ده عمل حاجه كده هو جراح فاول ما بدا يشرح الموضوع معايا قال لك ايه؟ قال لك الانتيريو ريشن طبق الناس فثبت حاجات قال ابابا دي ميديا وابابا اند لاترال وبيلو اند ميديال وبيلو اند لاترال. حد قال لي الاربع اتجاهات بتوع كده تبقى معلم قوي. ابابا اند ميديال تبقى الجلد نايمه هنا اسمها سوبرين والجلد هنا تبقى مين؟ سوبرين. يبقى لما بحفظ كده دي رايت ودي ليفت كده اباب فوق بس قريب من ميديال سايد. مين اللي هيبقى موجود هنا؟ السوبرين وانا في السوبرين خلصت. بسم الله ربنا يخليك ليا. قال طب وابا ولاترال هنا يبقى مين؟ ليفر وهنا يبقى مين؟ سبلين. يبقى هنا في ليفر وهنا في مين؟ سبلين.
طيب خلاص قول لنا بقى كيلو قد مين دي؟ قالوا في كورس كده عامله كده بتاع تاني انتستين سمول انتستين. قالوا طب يبقى هنا كويس او سمول انتستين. اللي جاي بقى الناس صاحيه كيلو اند لارج انتستين. هنا رايت كوليبريم الترانفيرس كله يبعد كده يعدي كده بالعرض بس ينزل هنا مين؟ السنتر كور. يبقى انا هقول زي ما لاست قال والله مش بهزر. قال لك احفظ الارتيكوليشن كالاتي ابابا ديميتال سوبرينجل ابابا ديلاترال ليفر او سبلين بلو انتيميتال كويت اوف ذا سمول انتستين اللي فاقد في الاسمولوجيشن اوف الزيت 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 الزيت. طب بلو انتيميتال لارج انتستين مين اللارج انتستين اللي هنا؟ رايت كوليك فريكشر. مين اللارج انتستين هناك؟ السنتر كور. ما تقلقهاش في البيت حفظ اللي بتفرج على صور ولا كده تبقى تعمل مسخره مش تنظر لا بس لكن لما تتفرج على صوره مبنيه ده ليفت كوليك فليكشر ده رايت كوليك فليكشر ده ديسندنج كور هتلاقي الفيلم بدا الامور عشان كده بقول لما ما بذاكرش بقى بصور انا ببتدي بطريقه ثانيه للمذاكره صراحه. يبقى بالنسبه لي ده الانتيجريشن ثوابت لغايه دلوقتي. انا استنى بقى دكتور عندنا في ارت اسمه رايت كوليك ارت بيدي اسندنج برانش يعدي على الكدني كده ورايح للكور وفي برانش تاني اسمه ascending branch في حاجه اسمها upper left colic ده اسمه right colic artery وده اسمه upper left colic artery ده ليه ascending branch وده ليه ascending branch ده راح لكل وده راح لكل. بعدين الاصدق الباري بيعدي على lower end بتاع الكدني اسمه ascending branch او right وليفت ده right وده left colic colic. سنة سابقة اللي بتعمل من دول الأليين الكلية وضع دكتور كده بيقول له لور انتو بتاكيدني اسكروز الأرض ماشي كده لا الأرض اللي طلع قدام اللور انتو بتاكيدني ده سؤال في سنة سابقة اسمه ascending branch لو على اليمين of right colic artery لو على الشمال حاجة اسمها upper left colic artery لأن في lower left colic artery. يبقى لما كسر سؤال يبقى مين اللي نديه اللي كده يمين وشمال قلنا بقى تأليفا كده من دماغكم مش كده لا مين اللي ديشن بتاكيد بتاعتي مين بابا نزيد على المكتين سوبر ايه الفيلين مين بابا نزلت على المكتين مين ليبر مين شمال مين مين بيلو انديه على المكتين كويس من تاسمول انتستر تمام الجيجنال. طب مين بيلو انديلات على المكتين الرار انتستر ما عند الوار انت معدي الارض مين الارض اللي معدي ده السندنج برانش ما عرفوش الارض اسمه راي كوري كنت في البيولوجي كتير جدا على فكره. ارجع اسال سؤال بقى اللي طلبه الشكر قوي مين بقى اللي ناقص في الريليشن؟ قالوا الهايلر. لو انتوا صاحيين في الدرس هتقولي الهايلر ده معدي قدام السكند بارت بتاع مين؟ ديودن. يبقى هنا كده نحط السكند بارت بتاع مين؟ ديودن. خلصت الكدني دي. الكدني الثانيه بقى لحد السرحان فيها. لو انا زمان لما كنا بنبقى لابسين منهج على بعض بطريقه محترمه كنا بنقول هنا موجود الهيدو ده بنكرياس والنك. ما متحول بالديودن يبقى مين اللي يمشي بالعرض قدام الكدني دي اكيد؟ بادي اوف ذا بانكرياس. بيحتل الميدل سيرف بالهايلر كده بتستعمل كده بحيلر. تمام؟ وبما انه ده البنكرياس يبقى ماشي فوق ارتريس. كان اسمه سبلينك ارتري. راح للسبلين اللي نايم هنا. ووراه دين اسمه سبلينك دين. يبقى البنكرياس سبلينك بيسل. لو حد بقى عنده دم وضمير وقال لي مين ده؟ ديودن. الديودن بتاع اللي بيلف كده الاند بتاع الديودن مين بيفتح فيها؟ السمك. يعني السمك تتحط كده وتيجي تغطي الكلام ده كله كانت على البنكرياس وعلى كده والاند دي كانت بتكمل لمين؟ ديجيتس اللي يبقى لين قدام دول وقدام ديت وكمل تحت الاليا وتحت مين يا ولاد؟ سي. قالوا احكي نقول الانتيوليشن بتاع الكيد دي الانتيوليشن بتاع الكيد نقدر نقول عليهم ولا لا؟ جبتوا لنا فتره صحيح طبعا منفصل افتى لغايه ما ظهر رسمه خرافيه. لو انا بيتكم ولا مخططش انا ما بعملش حاجه مش شرط لا على الرسم تحت اهي رسمه خرافيه مش شرط لا تنسى بالذات تنسى وجهها مش طول ما كنت بتلاقي سلام كده تمام وبعد كده صورت محطه الرسمه بالطريقه دي كنا عليها كده بابا الجديده 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 واسندك واسندك جبت الهيلر في الهايلر الهايلر بتاع اليمين ماشي قدامه سكند بارت بتاع مين؟ ديودرا. هايلر من الشمال بيعدي قدامه مين؟ البنكرياس. سبلينك بيسل مش كده ولا لا؟ يبقى انا الحته المثلثه دي اللي بتجيب منه مين؟ قالوا هنا دي السوبرينال وده بنكرياس وسبلين
الثلاثه دول كلهم بينهم جاريه مثلثه كده، مين اللي نايم عليها؟ بس طبعا في حاجه من الفيتامين كده يعني ريتشارد ريال اكيوريت العمليه تاني تالت رابع ما بعملش وما بلزقش صور. وانت بتذاكر في بيتكم اخلص تتفرج بجد بيبقى في الاخر كلمه دبابه غير كلمه عربيه والله ما بهرج لما اقول رايت كوليك بريكشر ما بقاش كلمه وهميه طيب مش بحفظها عشان اقعد هنا لا ده بريكشر اه كلهم طلع والتاني كده بس رايت كوليك بريكشر ومش كده بقى نازل بقى لفت كوليك بريكشر واللي نزل ده السيرني اللي طلع ده اسمه السيرني لجد السيرني يبقى في الثاني حاجه انا بقولها بقى متخيل ان اقول ايه بحفظها بس داني ريليشن غير ريليشن بتاع كده زمان زمان بس بقرا نص الصراحه لان انا قبل نص بقلب في حته ثانيه قول ان رايت جدني أنتيرو ريليشن بتاعتها اس 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 ورايت رايت رايت لو حد قال لي اس 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 ورايت رايت رايت يبقى معلش سكر الفار سكر الفيس رايت تو اوف ذا ليفر رايت كوليك بريكشر واسندنج بتاع رايت كوليك اب طب الليفت بقى الساتها ما بتديش كميه السات ما بتهدش سوبرارينا اس سبلين اس ستمك اس هروبا من البنكرياس سبلينج بيسلز اند بادي ذا بنكرياس اس غلال اسمه اس طيب اللي نازل بقى ليه كولون سنتس الديسيندنج ده امتداد للليفت كول فليكشر ليفت كول فليكشر عشان خاطر في السبلين بيسموه سبلينج فليكشر فكنت بقول امتداد السبلينج فليكشر مين السند الكول اي اس في الدنيا مش كده بقى فكده الساتها ما بتنتيش طبعا لغايه ما قريت لاست قبل صراحه بيت محترم بقول بقى لا اقول ده لاست ما زمان كنت لازم احفظ الطلبه في الدرس وكلهم السات ورايتات وكلام من دول طلبه تبقى سعيده قوي يفهموا حاجه صراحه انما انت لازم تفهم برضه بس المهم تحفظ فلازم مع بعض الاثنين ريش متاكدني مبنيه على مين وليه على فرجة صور قد ما اقدر لانك انت بتاخد ايه والله كدني في الكتاب قبل ما تشوف صفحه 200 وشويه مش كده ولا لا لان هم خدوا 200 صفحه قبل ما نقرا الكلام ولا من الصفحه كامل تاكدني الكبسول ده لو كدني هيلثي افرض واحد بيعمله عمليه ومات او هو عنده مشكله في الكلى بتشيل الكلى وبيبعت معمل الكلى باثولوجي كله حلو لو عندنا في فن من ضمن الحاجات اللي بيعملوها بيحاول ينزل الكبسول ويبقى شرب منه لان احنا لقينا كبسول لازم في الكلى ده معناه ان ده كرونيك انفلاميشن انما نورمالي لو مسكت هيلثي كدني حيوان او اي حد ممكن اشرب من عليها الفايبرز كابسول بتاعها يبقى نمره واحد الكدني عليها سيم فايبرز كابسول
بعض السكر فاكر سكرتون في جاي بيرلين اسبيت. الناس اللي سمعاني كويس لو ده كروس سكشن في كلى، كروس سكشن في كلى، كروس سكشن في كلى، ده مقطع عرضي كده تبقى الشعر في الكلى كده السايلنس بتاعها على فكره كان داخل الجمله. اول كبسول اللي غلاف الاخضر ده بتسيب فايبرس كبسول اللي يسرع ربنا يوديه النار ان شاء الله. ده سيب فايبرس كبسول بره سيب فايبرس كبسول في كميه من الفات. الفات دوت اسمه بيرينا فات. عشان انت عارف انكم بتعشقوا الامتحانات الفات ده بيسال عنه مصدر. ده بيري ارينا فات بيري بي اي ار اي. ممكن يسموه بيرينا فات او بيريليفريك فات. بيرينا او بيريليفريك فات بيري يعني في الكلى. بره كده بقى في فايبرس كبسول بيغذى في الكلى اسمه رينا فاشل. رينا فاشل دي طبعا قدام الكلى وطبعا ورا الكلى. لاتر بيتحدوا مع بعض ميديا بيتحدوا مع بعض ويكرموا البيزل ويخرجوا ده. الناس اللي بدات تسرح ومش مركزه دلوقتي الكلمه دي واقفه كده. اول غلاف عليها تسين فايبرس كبسول بره كتله من الدهن. بره كتله الدهن فشه اسمها رينا فشه. رينا فشه في خواجه اسمه خواجه شمعه ذكركان للفشه سماها الاسم. ذكركان الفاشيه، ذكركان الفاشيه دي عامله زي الخمسه جنيه دي وال 200 جنيه دي كده. طبعا قدام اللي هيسرح هيرضيه ربنا يديه النار. طبعا من قدام ورا. الفاشيه دي لو رحت لاترا يلحموا مع بعض. ولو رحت ميديا يلحموا مع بعض يبقوا مرتبين بالبس دي بس. لو تضرب فوق يمتد فوق السوبرانيا ويلحموا مع بعض ويكملوا مع حاجه اسمها دايفراجمات فاشيه. لو نزلت لتحت يرمين سيبرت مع بعض وما يتحطوش مع بعض خالص. هرسم رسمة بقى يا ريت تسمعوني فيها. هوقف واحد للجنب كده. بقول كده انتيرو كده اوستيرو. لو ده الدايفرام يبقى عامل زي القبه كده. ايه ده اوستيرو ابدومينال وول وده انتيرو ابدومينال وول. الناس اللي سامحانه تسمعني دي السوبرينا الجلال ودي الكدني تحتها. وده الليبر قدامهم كده. حد سرحان ونبى يا جماعه الطلبه اللي لقوا في الطب. اللي على الكتف على طول ده الرهان ده الكبسول بتاعه. بعد الكبسول يا معاذ في فات اسمه بيرينال فات يا معاذ. بيرينال فات يا معاذ. بره بيرينال فات يا معاذ في فشه اسمها رينال فشه. رينال فشه ليها طبقه قدام وطبقه ورا. انا بص من الجنب كاني عامل سكشن فيها كده. الطبقتين دول يتقابلوا مع بعض فوق ويكملوا مع ده فراجمات الفشه كده. طب وتحت اليمين سيبرت ما يتحدوش مع بعض. اخر حاجه الكيدني وراها كده فات كتير اسمه بارا رينال فات. ده بالكليه الرسمه دي موجوده فيه. هو هنا الورق اللي معاكم مفهوش بس الكتاب اللي هينزل هيبقى فيه الرسمه دي. ارجع اسال سؤال كم كفرنج على الكيدني كده لو حد سامعني لو حد قدر يقول له يبقى معلم قوي قوي قوي. مين الكفرنج بتوع الكيدني؟ اولا الزرقاء دي كيدني. اللي حواليها دي انهي كبسول؟ فايبرس كبسول. والفات ده اسمه ايه؟ بيرين. والفشه دي اسمها رينا الفشه. واللي هنا دي اسمها بارا رينا الفشه. اسمه ايه؟ بارا. بارا حاجه وبيري حاجه. بارا حاجه وبيري حاجه. كروس سكشن في بني ادم. كروس سكشن في بني ادم. مقطع عرض في بني ادم يبقى عامل كده. البرتبرا كلها بقى فرع كده. محدش سامحان. انا معاذ الكدني هنا سامر والكدني هنا كده بشار. اسال ده سؤال. الفشل اللي بتلاقي في الكدني اولا عليها سير فايبرس كبسول. انا ما بسالش وانتم بتسمعوا سير فايبرس كبسول تمام. بره سير فايبرس كبسول فات اسمه بيرينال فات. ارسم يا مدحت بيرينال فات بيرينال فات فات كده حواليه بيري 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 محمد البيرينال كله بيري نفر. ارتبوا بعضها وراهم فشل اسمها الفشل كده وكده الرينال فشل. الفشه ميديا اللي بتبقى لازقه مع بعض ولاترال بتبقى لازقه مع بعض، لازقه بتبقى مكمله مع فشه اسمها فشه ترانسفيرسالس. احنا كان في جدار البطن كده في عضله اسمها فشه ترانسفيرسالس ابدومينال بتنام عليها كده. عليها طبقه فشه اسمها فشه ايه لما كده ترانسفيرسالس. هقول لكم حاجه لو كانت فينا ذكي والتقيل ما اسمعوش. لو انتم فاكرين في عضله كانت اسمها كارس ميديا. كان في عضله هنا اسمها اكسترنال ابدومينال اوبليك كان بتبدا في الابلوز بتاعها. تمام. لو شفت الاستنى ابدوم امريكا الاقي تحت عضله اسمها انترنال وتحتهم الترانسفيرسس ايه؟ ابدومينس هم ثلاثه ليرز. الترانسفيرسس دي جايه من ورا قدام.
لو دخلت جوه اكتر تلاقي الفشل اسمها فشل ايه؟ ترانسفيرسال. عشان احنا بناخد المنهج من اخره يبقى البطن من جوه متبطنه بفشه اسمها فشه ترانسفيرسال. لو جبت الفشه ترانسفيرسال في بطنه جدار بطني دي من قدام راجع لورا هتلاقي الكدني كمل مع الفشه مع الكدني اللي اسمها رينال فشه، بيبقى رينال فشه مكمله مع فشه اسمها فشه ايه لما كده ترانسفيرسال. تمام. لو حتى سرحان مين الفات اللي اتحط ورا كدني ده بقى اسمه بارا رينال فات. والله 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 بروبلم سولفنج من الجيزز رايت جيت. كانوا عمالين يسالوا طلبه السنه اللي فاتت او اللي قبلها بس سنه ثانيه يسألوك سؤال على كورن بتاع الكدني واللي جاي ده هتسمعه كويس قوي. واحد دلوقتي جاله سرطان وبقى شكاشك حصل مرض جزء قلبي او واحده بتعمل روتين بهبل ليه تقطع كل الاكل بقى روتين الميه وروتين الهواء وروتين الكلام غير اللي بيقول ده فالاثنين مع بعض كده وحصل مرض جزء قلبي الفات اللي حوالين الكدني ده بيفقد فالكدني بيجي بقى حصلها توزيس. التوزيس بتاع الكدني ده بقى وصفته السوداء ايه؟ الكدني واقفه كده الفشه اللي اسمها رينا الفشه مش قافله عليها من تحت مفتوحه. طب مين اللي ساندها جوه؟ تعرف لما يبقى عندك بنطلونك وتخس قوي يحصل ايه في البنطلون ده؟ لما ما بيبقاش ريسن بيقع منك. نفس الكلام الكدني بقى العكس حواليها فتح ثبتها جوه الفشه اول ما الفتح خلص حصل ايه في الكدني؟ بيجي سقام. صوت الكدني ده يا ريتو على كده وبس ده بيجي مسؤوليه ثانيه كده تحصل البلاد فيسل بتاعت حاجه اسمها تورشن. تعرفش ايه معنى تورشن؟ تتقفل. لو حد دخل عليك الاستقبال مضروب رصاصه هتعمل ايه؟ تجري على اوضه العمليات بسرعه تشيل الرصاصه. ولو دخل عليا عيان عنده تورشن هجري على اوضه العمليات زي اللي مضروب رصاصه. اتاخرت ربع ساعه كده دي خلصت. فبالتالي يبقى التورشن بتاعنا ده بصوته سودا. يبقى انا مره لما بسال سؤال من اللي جات بروبلم فورمنج والله ما بهرج قالوا لهم ايه؟ عيان حصل له صد الاسود بدوين وحصل دروب التوز كده مين الفشل اللي فوق ده؟ مش كام ده مين الفشل اللي فوق ابنائنا لما كده؟ رينا فات مش كام ده؟ وسبب السقوط ايه؟ ان رينا الفاشيه مفتوحه من تحت. طب قول لي اظهر كفر للكدني، طب قول لي النورمال بوزيشن بتاع الكدني، طب قول لي كده خمس اسئله كلها خلقت على ان الفاشيه مفتوحه من تحت وانت بتقرا الكفر بتاع الكدني تكتب جنبها بروبلم سولفنج مش كام ده؟ عشان لما يجي سؤال تاني ما تردش اصل انا ما كنتش محترمها ما حبيتهاش وانا بذاكرها يبقى في فاشيه اسمها رينا الفاشيه. يبقى رينا الفاشيه بتاعتها اللي بتغلط فيها لما كده الكلى. طب اسال بقى سؤال جدا 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 كم خبر من الكدني لو قلبت لنا مع بعض؟ اول واحد مين يا ولاد؟ سيم فايزر كبسول واحد برات ده اسمه رينا فات اسمه ايه؟ رينا. ولو قريت في اطلس ممكن الاقيه مكتوب بيري نفرك لان نفرك هي الكدني تبقى بيري رينا او بيري نفرك بيري نفرك او بيري ايه؟ نفرك. يبقى ممكن اكلم كلمه ايه يا ولاد؟ نفرك بدل بيري رينا رينا بدلها نفرك. تمام. تيجي الفشه اللي اسمها رينا الفشه اللي باسم الخواجه في الدكتور كان للدواء. رينا الفشه دي طبقه قدام الكلى وطبقه ورا الكلى. الطبقتين دول يطلعوا فوق يحوطوا الصبع هنا كمان ويكملوا مع الدفرجمات الفشه. وعلى اليمين او مين ده اللي يلزقوا مع بعض؟ المحكومين بالبسل ده. وعلى الشمال يبقوا لازقين مع بعض ومكملين مع فشه جامد قدام اسمها فشه اصغر ولا فرسان. طب وتحت الاثنين اللي من سبع شغال البيت اللي تحت كده وبالتالي في الحاله دي تبقى الفاشيه مفتوحه من تحت مش كده؟ لو الفات اللي مثبتها جوه هنا الرسمه دي اللي محطوطه جدا اسال سؤال هي فين الفاشيه بتاعتنا اللي احنا بنشتكي عليها انا شادي تبقى دي رينا الفاشيه كده دكتوره يارا باشا دي انهي فاشيه ولاد؟ رينا الفاشيه. لو جت ميه وقفت تبقى ده رينا الفاشيه دي رينا الفاشيه دكتور قال دي رينا الفاشيه مختاره انا كده ومفتوحه من تحت هي فين الفات اللي احنا بنخاف عليه من ايده بقى لما كده الفات دوت الاسم ايه الفات ده؟ بيري رينا فات اللي ممكن نسميه بيري نفريك فات مش كده؟ طب مين الفات اللي نايم ورا ده اسمه؟ بارا رينا ودي تبقى برضه الكلام ده واضح الكلام يبقى بالنسبه لي الفاتين ده كفرج بتاع كيدي جنبها بروبلمز كله طبعا الريليتد انا شفت كتير جدا ريليتد انا شفت كميه ريليتد بتاعها الصراحه نفس الكلام انما بالنسبه لي بلاس بقى تاكيد بقى اولاد فيها هنا ار 3 وهنا دي حاسه ان احنا بنكون مع بعض اول ما تتعبوا قولوا لي عشان مش هنتجه بالتعب مش هتكون اللي عندنا ده حطوا اولاد معايا لو عندي ديت دي
with the kidney stem, yeah. Did you get the wound out? No, no. And then I'm looking at our top. You come to being, this is my fear being a captain. It has to be a man of this. وقدامه البين بتاعنا لسه قليل دلوقتي ده بالنسبه لينا الارتري اللي في الشمال. طب نخش كده لينا الارتري اللي من بقى افضل تمشي ورا الانفيرو بين الكاب ده كانت هنخش كده ارتبه هنا يبقى ماشي ورا البين بتاعه اللي هو اجي لو مع كده قالوا البين اللي اسمه رايت رينال بين. قالوا بس الدكتور والنبي بس قول لنا حاجه زياده كده ان الراجل ليفت رينال بين ده ليفت بيمشي قدام الليفت رينال ارتري وقدام الاورطة وقدام الرايت رينال ارتري عشان يفتح في الانتيرو بنكابة. يبقى سألتهم سؤال بس انتم مش هتعرفوا تجاوبوه. الرايت رينال ارتري مش ورا مين؟ ورا الليفت رينال بين ورا الانتيرو بنكابة ورا الرايت رينال بين. تمام ده بالنسبة للرايت. اما الليفت قصير ورا بين واحد. حد كان وصل ولا مش وصل هنا؟ ده تاني. يبقى انا عندي اورطه كبيره وانتير بنكبك ماشي. الكدني الشمال قريبه من الاورطه فيبقى الارتي بتاعها قصير والكدني اليمين بعيد عن الاورطه فالارتي بتاعها طويل. الارتي الطويل ده عشان يوصل لها هيعمل ايه؟ هيمشي ورا بين اسمه انتير بنكبك ويمشي ورا البين ده اللي جاي من ليفت كدني اللي اسمه ليفت رينا ورا البين اللي اسمه رايت رينا ويخش الكلى بتاعتي. ده مين الارض ده اسمه رينال ارض. اسمه مين؟ رينال ارض. هسال سؤال في الكتاب هل رينال ارض ليه بلاكس اوف لايف رينج غير ان بيت الكيس؟ سوبرينا كل ده لسه ما طلعش من الموديول. ليف رينج سوبرينا اللي هتسمعها لسه جايه ان السبلاي يورتر كمان في سنه تجري سنه الموضوع قبل ما بيطلعش قبل ما ده بالنسبه لنا مفاجاه. الكيدني واقفه كده فاجلاند اسمها سوبرينا اللي طلع منها يوريكا. هقول والله السؤال اللي يجي في سنه سته اللي هم بيفتحوا دلوقتي دول رينا عارف انها تخش كده كده قبل ما بيخش كده بيت السوبرينا الجلاند برينج وبيت اليوريكا برينج. وهنا نقول مع بعض ان لما اقول رينا الارض اللي في سنه سته مش في عيال سنه ثانيه رينا الارض اللي سبلاي كيدني اونلي لجبهه رينا الارض جدا سوبرينا الجلاند برينج كان هنا والحصه الجايه هنلاقي سبلاي اليوريكر قبل ما اخش سبلاي الكيدني يبقى رينال ارتري سبلاي سوبرينال جلاند وسبلاي مين يا ولاد اليوريكر. فين هذا الكلام؟ واخر حاجه في الارض هلاقي اثنين ثلاثه قولهم الموضوع ده بس فين هذا الكلام؟ والباقي مش هيسكت لان هقول حاجه زياده غبيه. ده مين الارض؟ رينال بين. اعرف رينال بين يمين ولا رينال بين شمال ويا ريت تنفخهم صح واعكس الافل. هتعكس الافل ازاي بقى؟ اكيد الرايت هيبقى قصير ويعدي قدام الارض بتاعه بس واكيد الشمال هيبقى طويل يعدي على الارض وعلى الاورطه وعلى الارض الثاني مش محتاجه مكان. طب في فرق حساس جدا في الدرجه بين الليفت والرايت؟ ماشي تحت ماشي تحت ده لسه ما خلصتش والله ما ماتت 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 والله سبعين البين بيفتح هنا والله ما ماتت لسه ما عدتش. يبقى ليفت رينا البين بيستقبل ليفت سبعين البين اما الرايت ما بيستقبلش ده بيروح يحط الكيلو بالكامل. اللي جاي بقى هنقولوها مع الديستنس قبل ما يدخل في الموديول ده
التستس او الاوفري بيرجع منه جونادا البين اللي بتفتح في الانترينا ورايح في الكثير من الكلام لغايه ما تموت ان شاء الله في يوم من الايام ربنا كلنا هياخدنا مش هنسيبنا على الدنيا كلنا تنام في امكم ايا كان امتى فبنتفق ان الليفترينا البين is longer and higher than the right renal vein والليفت رينال فين بيستقبل تو فينز ليفت سوبرارينال وليفت جونيال اما الرايت ما بيستقبلش حاجه من دول بيفتح في الكثير من الكاب لو حد فينا كده تقيل فاتليست احنا عندنا جزء خدناه وجزء عملته في التستس قبل ما نخلص المديول دوت فانا بسال سؤال عشان الكلام ده هيطبع في دايركتلي ان الليفت رينال فين بيستقبل تو بينز مين تو بينز اللي استقبلهم دول لما كده ليفت سوبرارينال وليفت جونادال جونادال ده اللي هو جاب الكفر في الستات او التستس في الرجاله تمام جونادال اللي هي كده يبقى بالتالي لما اسالك سؤال لطالب فاضل الفرق بين رايت سوبرارينال ليفت رينال بين وليفت رينال بين عشان كل ده قال الرايت رينال بين الشورت صح كده وده از لونجر وده هيبقى هاير من الكلى بتاعته شويه طب حد يقدر يقول لي بقى فرق حقيقي ولا مشروط؟ المفروض ان الاوتادي بوابين ده بيستقبل مين؟ ليفت سوبرارينال وليفت جونادا دول ما بيفتحوش فيه مش كده؟ ليفت جونادا هيفتح في الانفيرو بنكلافا والرايت جونادا سوري والرايت سوبرارينال هنا ده الكلام اللي جاي ده خطير في مثل في مصر ما اعرفش عندكم في بالكم الموجود ده اللي جه كحالها عماها جه كحالها عماها اللي جه كحالها عماها هتبص بقى للمشكله دي في حاجه اسمها اكسسورينا الارض من النهارده لغايه ما تبطل طفل اكسسورينا الارض موجود في 30% من الحالات اللي اكسسورينا الارض انت بريد تطلع اهو تروح تضيق كده بخلاف رينا الارض ده مش موجود في كل الخلق لا بس 30% نسبه عاليه جدا الاكسسورينا الارض هيطلع من اورطه يروح للكدني يعمل ايه؟ يخش الكدني قوي من الهايلر يخش اللور اند يخش الابر اند مش على الابر اند بتاع الكدني ده مفيش مشاكل منه المشاكل بتاع اللور اند مشاكله جايه منين؟ هو في طريقه للكدني يعدي قدام اليورت كان ده يمين او شمال طب اليورت كان نازل باليورت لو حد فينا ممكن بدا يجمع اللي هقوله ده يبقى معلم هرسم كده قلت كدني شمال او يمين زي ما انتوا عايزين ادي شيء هنا واقول ده الاورطه واقف كده واللي نازل ده يوري طرد طلبه السكر بتوعي وتعالوا نجرب مع بعض قالوا ايه ده؟ قالوا يا رب ده رينا الارتري ماشي في العرض راح خش كده كده ده رينا الارض قالوا طب الاكسسورينا الارتري طلع من الاورطه راح لكدني كده على طول ما فيش مشاكل منه قال طب تعالوا بتاع المشاكل بقى اكسسورينا الارض لما الاورطة عدى قدام اليورت كان دخل الكيد الارض دوت معدي قدام اليورت الارض ده بدا تقدم السن بدا يحصل تصلب شرايين بقى تخين ودم على اليورت هو من الاصل من يوم ما اتعمل كان سمين ارتري كبير الكيدني بتطلع اليورت بتنزله في اليورت هل اليورت اليورين يعدي بسهوله ولا بصعوبه؟ يبدا يتخزن والكدني تكبر ويحصل لها هايبرنفروزس ها؟ لا طبيعي في النورمال اكيد تنزل اليورتي يروح على المسالة على طول المشكلة ايه؟ ان الارتري اليورتر نازل كده يا مروان اليورتر نازل كده والارتري داس عليه كده مش كده بقى فعمل ايه في اليورتر لما كده قفل فاليورين ما بيعرفش ينزل في هذا الكلام؟ ايوه مش معايا في الحالة دي يحصل حاجة اسمها هيدرو كتاب كاتبها اسمها هيدرو المية نفروزس ده معناه ايه؟ ان الكدني بتبقى شايف فيها يورين والباك بريشر على الكدني بعد كده تبوظ تلاقي الكدني دي عمالة تنفخ وبعد كده تبوظ الكلى دي فبالتالي لما بنشخص حالة زي كده بنضطر نعمل عملية يعني كيل الأرتري يعني كيل الكلى بقى لو باظت لو جبنا لما باظ يبقى في حاجة اسمها اكسسوري رينال ارت اسمه ليه اكسس اللي هنا في الكتاب انا ليه في اخر صفحه كده موجود هنا كده انا ليه اللي عندي هنا كده بصوا للامانه اللي موجود هنا كده موجود ايه
في الابلايد بتاعنا اللي كاتبينه ده بس حتى 3 دقايق يقول يا اولاد في صفحه 11 قبل اخر الصفحتين دي كان ايه ابرن هنا كده البيكوز كانكر الكيلورز دي حاجه بتاعه التوت لو نفرتوز ده حاجه بعد كده حطينا في الصبح نبدا كام تاني الابرن رينال ارتري او الانفير بولر ارت ده هو ابرن رينال ابرن يعني افضل من يعني ده هو زياده اكسسوري يعني بنسميه ابرن هنا انفير بولر ايه معنى انفير بولر بقى لو ما كده اللي تحت لان السوبير مش عامل المشكله دي بولر ارتري ظبط الكلمه اسمها الكلمه المكتوبه دي اسمها هايدرو نيفروز اسمها ايه طبعا اللي كتب البراجراف ده ترتب يعني طبعا جديده احنا بنترتب فيها كتب ملخبطه لخبط منه يعني كده توز حاجه والثاني ده حاجه ثانيه بس ايه يبقى مين بس الراجل بتاع كيدي الارت تيست بول هسالكم بقى سؤال صعب جدا ونقص النقطه دي تعرفوا حاجه اسمها اند ارت اللي هو فرينا ارت اند ارت أقولكم على حاجة مهمة جدا الشطار قوي اللي قاعدين أنا سمية الكدني واقفة كده الأرض ده اسمه رينال أرض يتقسم لخمسة برانش تصبلاي خمسة سيجمنت من كده البرانش ده ما بيعملش أنا سموت مع ده وده مش مع ده وده مش مع ده ده لو جاله جلطة حتى دي تموت فمعلومة للطلبة اللي هي المتكافئة رينال أرض إز إند أرض طبعا الإند أرض دي لو أنا بترجمها حرفيا تبقى بواب لما عند ارتري دي كلمه ليها معنى مش كلمه لا ايه معناها بقى لو مع بعض قال الدكتور ده ارتري برانشاته ما بتعملش مع بعض انستموزس وما بتعملش كمان انستموز مع حد تاني مش كلمه لا مع ارتري تاني ولا مع حد تاني فلو برانش من دول اتقفل يبقى حته من كده بتموت مش كلمه لا فلو واحد خطوا حاجه خطوا بلاد مش كده خطوا دي سيلانيه السباكة سيكل سيل أنيميا الوزاد بيجابل في بطن كده فلو عيان جاته سيكل سيل أنيميا أتاك في التانية ممكن يجيلها كل البوت مش كامل لأ لكل اللي هم الكوليات فرع من دول بيبوت يتبقى لنا جزء من كيزي وبوت أسأل سؤال من غير ما أخبط جامد يبقى طلب الشطرة بتاعتي ده بلاد سبلاي بتاع كاملات الكيزي نفس السبلاي بتقلل اللي انت بتاعتني اللي انت بلوت موجود هنا اسمها في الهايدا تبعت في الانترويد جنب الاورطة اسمها مارا اورطة ده بالنسبة للانترويد بتاعها نيرف سبلاي بالنسبة اسمها مينا بيت طبعا انا عارف الاوتوميك ناسا او المدير بتاع سالفات دوت هنا سيليا بترانك ده حوالين بليكس اسمها سيليا بليكسس بتطلع منها برانش تقدر تعمل مينا بليكسس طبعا الكلام ده مش مظبوط قوي نيرف سبلاي كده النيرف سبلاي بتاع كده جايه منين يا ولاد بقى الثوراسيك نيرف اللي جاي ده مهم جدا تي 10 وتي 11 وتي 12 ولمبر نيرف نمره 1 الطلبه اللي هتمارس منه الطب هتسمعني كويس دقايق لو ده سباينال كورد الكلام ده مهم جدا 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 امتحانيا وعلميا السباينال كورد لو تفتكروا كان متقسم لسجن 8 سيرفايكال و12 ثوراسيك وخمسه لمبر وخمسه سكر واحده كوكسيدين السيجمنت اللي هي الثوراسيك ولمبر واحد واثنين وثلاثه كان فيه ثلاثه هورن سيلز تطلع منه السيمباثيك فايبر تعمل ريليف تنتشر في جسمك الثوراسيك سيجمنت نمره 10 ونمره 11 ونمره 12 ولمبر واحد كتاب كده نسي ولمبر واحد هتنزل في كتاب الجديد السباسات الصدري بتاع الكدني اساسها من دول عن طريق الرينال بلكسس اللي شغال الكدني وين ربنا اساسها اللي هنعرفها نفس النربات دي ليها نفس السجنت اللي هي نرفز تروح للجلد بتاعك ولجدار البطن الامامي قال طب ايه بقى لو واحد عنده التهابات في كده هيحس بيه فين بقى في اللور بارت بتاع الابدومن ليه حس في اللور بارت بتاع الابدومن نفس السجنت بتاع الفرق ده اسمه ريثيرد بين كان مش حاجه عيان هيمسكني جنبه كده على فكرة ليه تكتب الكلمة دي للشطار اسمها لوين وجروين للأسف مالهمش ترجمة واضحة لوين وجروين لوين ده ورطة الوسط اللي جنب العمود الفقري دي اسمها لوين
تمام اللي بتبقى نايمه عند الكلى. والجروين هو التقاء بين الفخذ والابدون، ده اسمه لوين وده اسمه جروين، ده لوين وده اسمه ايه؟ جروين. تيل. اي واحد فيك اسمه هو معايا. المنطقه اللي جنب ديت على جنب العمود الفقري اللي جنب اللمبر فيرتبرا اسمها لوين. اسمها ايه؟ لوين. اسمها ايه؟ لوين. اما التقاء جسمك بفخذك اسمه جروين. اسمه ايه؟ جروين. اسمه ايه؟ جروين. تمام. ده لوين وده اسمه ولاد جروين. البين اللي هيجي من هنا هيسمع هنا. طب الدكتور ايه السبب؟ او السيجمنت بتاع السباينال كورد اللي يطلع منها نيرفز تروح الجلد والحته دي، هي نفس السيجمنت اللي طلع منها سباستس للكدني. فالكدني لما بيرجع منها اشارات السباينال كورد والبرين بيفهموها غلط، كانها جايه من جلدي اللي قدام والحته اللي تحت. فدايما الاقي البين بتاع الكلى العيان تلاقيه داخل عليه العياده، بس الجنب ممكن يبقى فيه سبازم عضلي، ممكن مخبوط، ممكن برد، ممكن كده. فدايما بنساله انت حاسس بوجع هنا؟ اه. طب بيسمع في حته ثانيه؟ يقول لي اه ده بيسمع تحت في الدار البط من تحت هنا كده. مش كده لا. فده بياخدنا على طول لسؤال، طب والبول اكبر ايه؟ في حرقان في البول، في تغيير في لون البول كده، تلاقي الاسئله راحت للتيار تاني. مش كده لا. انما لو بيقول لي انا ماسك هنا الحته ديت وكل ما بتحرك بيزيد، طب بيسمع في حته ثانيه؟ لا ما بيسمعش، ما بيسالش على بقيه الكلى. قول له انت نمت فاتح مروحه، نمت وتكييفات، رايح لنا قصص كده طبيه تبقى وردك قصه فيها. يبقى مره تاني الام الكلى بشوف في اي منطقه لما كده لور بارت ثلاثه، ايه السبب ان راح لور بارت ثلاثه؟ أرس نفس السيجمنت سبلاي النيرفز اللي سبلاي الكدني سبلاي من يومين الكدني. حاجة بقى مهمة جدا، الكلى بتطلع منها كلام ازاي؟ الكدني لو بدأت تتطور كده عليها كبسول وتعمل ستريتشنج فتعمل ايه؟ طيب لو في التهابات في الحالب الاتصال بتاع الحالب عملية سبازم وتقلصات بتعمل ايه؟ يعني الكلى فيها مين؟ نتيجة يا إما ستريتشنج للكبسول يا إما سبازم ميلة لما كده في البيض بتاع اليورتر والحلق بتاعي. يبقى دي كلها بتسبب لنا أعراض إيه لما كده؟ بين. يبقى بين الكلى مكتوب الكلام ده في الكتاب بتاعنا. يبقى الكلى مصدر البين بتاعها يا إما حجمها بدأ يكبر ورم فيها كده بدأت تعمل إيه في الكبسول اللي عليك؟ ستريتش فتستميليشن ريسبتور للجين. يا إما الحالب دي التهابات قصادين أو صحافة فبدأ يبقى أسباب من عضلات الحالب تدي بين بتاعتي. كل دي أسباب لبين منين لما كده من الكلى بتاعتي. أسأل سؤال صعب جدا جدا جدا، إيه نفس الموضوع بتاع الكلى بتاعتي يا ولاد لما كده يبقى لور سيس راس الكلوم مكتومين 10 و11 و12؟ كان ما كتبش لما رحت لما رحت موجود، بس ليه دي 12؟ مين اللي على فكرة في راسك 12؟ كل برتبرا اللي هو شوكه طالعه من ورا اسمها ريد سباين.
باجي على الثراسك فيرتيبرا نمرة 11 ودي الثراسك فيرتيبرا نمرة 12 ودي لمبر 1 ولمبر 2 ولمبر 3. انا مختار لما بتصحى في البيت تلاقي فيها اضطراب بينك وبين نفسك وبالذات الناس اللي بتنام في الدرس في البيت. لو انا بصيت على عمود الفقري من الجنب يعني بصيت له جنب كده سايد فيو لو دي الثراسك فيرتيبرا نمرة 11 ودي الثراسك فيرتيبرا نمرة 12 ودي لمبر 1 ولمبر 2 ولمبر 3. السبايك بتاع 11 يطلع منها وينزل لتحت كده يبقى عليك بتاع البادي بتاع نمرة كام؟ 12 و12 شوية كده. لمبر 1 و2 و3 عليك بتاع الفيرتيبرا بتاعك. اللي هقوله ده الطلبة الشطار وهقول لكم ليه انا بقوله بالطريقة دي دلوقتي. بعمل هورزونتال لاين الليفل بتاع السباين بتاع المكان يا اولاد 12 اللي يقابل البادي بتاع المكان 12 واعمل هورزونتال لاين تاني البادي بتاع اللمبر كام يا اولاد 3 السباين بتاعها كده. لما عملت الهورزونتال لاين دول اول صفحه بتجيني لرحمه اول صفحه بتجيني مكتوب الكيت الممتلكه من البادي بتاع 12 للمبر 3 واخر صفحه هو بيرس السادس 83 بيقول لك بعمل من السباين بتاع 11. فالطلبه اللي بتصحى تاني بيبقى عنده مشكله في البيت وصاحي في البيت يجي جايب اول صفحه واخر صفحه واعمل لي علامه استفهام. طبعا ما تاني عليه لما بقابله عادي ان انا قلتها فلو قلت له تاني يبقى مره تاني السباين بتاع مين 11 بينزل لتحت شويه يبقى على البادي بتاع البادي بتاع كام 12. لما اقول الكيدني واصله للبادي بتاع 12 او السباين بتاع مين لما كده 11 باجي اعمل خط بالعرض. انا ليه بعتمد على السباين اللي هو ده اللي بيتحسب بادي ما بيتحسب فبحط ايدي على ظهر العين من ورا واجيب السباين بتاع 11 وامشي بالعرض واعمل خط بالعرض كده هورزونتال لاين. الناس اللي صاحيه بعرف قالت اول خط عملته. الخط الثاني اللي بعمله معاذ على الليفل بتاع عيني ثلاثه عملت الخطين كده ده الميدل لاين بقيس منه 1 انش بعمل خط عمود المسافه بين ده وده 1 انش. طب لو جيت من الميدل لاين ميدل لاين ميدل لاين ميدل لاين ميدل لاين وقست 3 انشز اعمل خط عمود اثنين. هسالكم سؤال يعتمد على اللي طلعت في الكليتور يا ولاد تقسيمها. لو المسافه دي 1 انش والمسافه دي 3 انش يبقى اللي بين الخطين دول قد ايه يا ولاد؟ ده لمحين موضوع الكيدني بتتحط هنا بعد كده بس كده ادعم في النص وفي ده اسمه موريس ريكتانجل او موريس باراليلوجرام ايا كان بقى موريس ده خواجه مشهور بس كده امشي مرسي والله بس لو جيت قلت تعالى اعمل شكل مسدين اعمله اثنين معاك تقول لي اعمله اثنين ثلاثة مسدين اولا الخط ده الكلام ده ريتن 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 والله سؤال بيتطور كده ريليشن اند سيرفيس الات بلس لاين اند سيرفيس الات مين عشان حد يقدر يقول لي انا استشرت مش عامل شوت بي از ا تريند يبقى عامل سيرفيس الات مين ده الخط ده عليه بتاع مين وده عليه بتاع مين لو ما كده ده عليه بتاع السباي بتاع مين 11 الى قبل الثلاثي كام 12 فانت طب وفي نفس الوقت ده عليه بتاع ال 3 ال 3 دول هتحطهم كده على نفس الليفل بتاع الفيرتبرال بتاعي محدش سبحان ولو حد لسه صاحي يبقى ده كده انتيريور وكده اوستير ده السباين بتاع 11 وده السباين بتاع كام 12 ده اللي واحد اللي اثنين اللي ثلاثة الكيدني واصلة من هنا لهنا من هنا لاثنين من 12 لثلاثة لما احط اللاين بتاع السباين بتاع ده اللي هو 11 يقابل مين والقصة ماشية كده. عايز واحد يقول لي بقى تعمل سيرش انا مش بكيدني ازاي تاني وانا ما بلزقش اتفضل بعمل خطين بالعرض وخطين بالطول اللي بالعرض على الليفل بتاع السباين بتاع كام دي هي 11 واللي بالعرض تحت على السباين بتاع مين اللي 3. طب عايز تو فيرتيكال الفيرتيكال الاولاني بينه وبين الميدل لاين قد ايه 1 انش والفيرتيكال الثاني بينه وبين الميدل لاين قد ايه 3 انش يبقى اكيد المسافه بين الاثنين دول قد ايه 2 انش. خلصت؟ احط هنا الكيدني بتاع ده اسمه ريكتانجل ده اسمه موريس ريكتانجل او موريس ريكتانجل مستطيل يعني احيانا بيسموه موريس باريلوجرام. باريلوجرام دي حاجه ليها اربع ظروف فبتسميه ده على هيك بكل الناس اللي صح تقدر تقول انت سيبت سنه بتاع مين او ايه كده في السنه الثانيه بس انتم ما عرفتوا بقيتوا في سنه ايه يعني صراحه السنه عجيبه لسه طلبوا سوق لانج بعد كده. المهم السنه العجيبه اللي احنا خلطينها ديت اللي ما عرفش ايه
طبعا سيستم ده شيء مهم جدا يعني شيء خطير يعني في امتحانات يبقى ده عندي في الاولاد سيرف ثلاثه في السبيد تاكيد خلاص ده بالنسبه لي الاولاد في السيرف لا يا دكتور خلاص مين ثالث مين ثالث مين ثالث